مساء النور مشاهدي قناة حنا بعد في كل مكان، على سلامتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم كالعادة. موعد الأسبوعي اللي نتقابلوا فيه على امتداد سويعتي من زمان، نرجعوا فيه بالقراءة والتحليل على آخر مستجدات الشأن الوطني. ولأنه اليوم الوضع الصحي وتطورات الوضع الصحي تطفو على واجهة الأحداث في بلادنا، الجزء الأول باش نخصوه للحديث على آخر مستجدات انتشار وباء كورونا في تونس. أيضا نعود على جملة من الإجراءات قاعدة تتخذ سواء على مستويات جهوية محلية أو مركزية. نعود أيضا على لغة الأرقام، ونرجع خاصة نسمع اليوم واحد من أبناء الدار قال آخر من الداخل، نسألوا اليوم نتعرفوا على حقيقة الأوضاع، الأرقام اليوم كيفاش يقراوها أهل العلم وأهل الاختصاص. سعيدة جدا بأنه يرافقنا الدكتور رفيق بوجدارية، رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمن المامي بريانا. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. مرحبا، شكرا لحضورك معنا. محمد حامروني رئيس تحرير الرأي العام، مرحبا بك. وفريد نصر المحلل السياسي، مرحبا بك، شكرا على حضوركم معنا. كان حاضر الربط المباشر، نتحول مباشرة إلى مقر ولاية ريانا، والموجود مراسلنا على عين المكان زميل أيمن النبوي برفقة السيد سمير عبد جواد والي ريانا. نعرف أنه تقريبا أقل من 3 دقائق وبدأ تنفيذ قرار حظر التجول، القرار اللي تم رفعه بعد اجتماع أعضاء اللجنة العلمية اللي قدموه وتقريبا توافقوا عليه. والولايات نتاع تونس، اقليم تونس الكبرى، يعني تونس، بن عروس، ريانا ومنوبه، بعد رفع المقترحات هذه للسيد رئيس الحكومه تم اقرار جمله من المقترحات، نرجع عليها تباعا مع السيد سمير عبد جواد ولي ريانا. ايمن مساء النور. ايمن، الربط المباشر من ولايه ريانا. أيمن مساء النور، نسمعوا فيك ونشوفوا فيك. أيمن نسمع طو. تفضل. تأمني هاي. تفضل. أي تفضل، ميسالش على الهواء مباشرة أنت. مرحبا بك إيمان، مرحبا بسبب مرحبا بك إيمان، مرحبا بسادة المشاهدين. متفاجئين نحن توا في ولاية ريانا، معنا السيد الوالي سمير عبد الجواد باش نحكيو معاه على آخر المستجدات في خصوص القرارات اللي اتخذت البارح ما بين بعد اجتماع الأربع ولايات نتاع تونس الكبرى. سي سمير، أكيد اخذتوا برشا قرارات البارح لو تحكينا عليها. شكرا، بارك الله فيك، ومشكورين قناه حنا بعل وكافه مشاهدي قناه حنا. انا مشكله في الصوت. احنا البارح كان عندنا اجتماع على مستوى اللجان الجهويه الاربعه لمجابهه الكوارث لتونس الكبرى بكل ولايه ريانا وتونس وبن عروس ومنوبه، وتم اتخاذ حزمه من الاجراءات، هو الهدف منها انه نقصوا من انتشار ان شاء الله العدوى تاع فيروس كوفيد 19، وكسروا اللي معناها لاشين دو ترانسميسيون تاع المرض هذايا. ان شاء الله ربي يوفقنا. بالنسبه للاجراءات نجموا نبداو اللي مش تنطلق العمل اليوم، اهم اجراء هو حظر الجولان في كامل يعني جهه تونس الكبرى في الاربع ولايات بدايه من اليوم من الساعه 9 ليلا الى الساعه 5 صباحا. ومش بالنسبه للتوقيت هذايا مش يقع اعتماده بالنسبة لأيام الاثنين والثلاث والأربعة والخميس والجمعة، أما بالنسبة ليوم السبت والأحد فسيقع تغييره، يبدأ من الساعة 7 مساء إلى الساعة 5 صباحا، وتستثنى بالطبيعة الحالات الاستعجالية والناس المعنيين بالتزويد بالمواد الأساسية. بالنسبة لباقي الإجراءات، ثم الإجراء الثاني اللي هو مش دعوة ودعوة ملحة لكافة مواطنين والمواطنات في أنحاء جهة تونس الكبرى بأنه معناها التنقل يكون داخل ولاية وخارج ولاية إلا عند الضرورة. ثالثا الالتزامية ارتداء الكمامة في الفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة. رابعا ضمان انتظامية تزويد بجهات إقليم بجميع المواد والمنتوجات الحساسة والأساسية. خامسا المحافظة على استمرارية نشاط المؤسسات الاقتصادية بالجهة مع تطبيق البروتوكولات الصادرة في الغرض، وعلى أن تتولى يعني يتولى المسؤولين عن المؤسسات هذوما باش يعطيو هما التراخيص للناس اللي يخدموا عندهم في الحصص المعنية بحظر التجوال. إجراء هذا عملناه باش من نبعدوا على الاكتظاظ وعلى ربما التجمعات اللي من شأنها
تزيد في الريسك نتاع انتشار المرض هذايا على مستوى الادارات او مراكز الامن. بالنسبه للاجراءات الاخرى عندنا ضمان استمراريه العمل بالمؤسسات التربويه ومتابعه تطبيق البروتوكولات الصحيه واللجوء لربما الغلق والايقاف الدروس عندما يتوفروا يعني لي كونديسيون اللي تم اقرارها في البروتوكول الصحي الصادر عن وزاره الصحه ووزاره التربيه. ثم تعليق نشاط الاسواق الاسبوعيه. عندنا كذلك تعليق صلاه الجمعه والاقتصار في المقاهي على المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم على بيع المأكولات والمشروبات المعدة للاستهلاك خارج المحل، يعني منع الاستهلاك داخل الفضاءات هذه. أيمن، عاشرا وآخر يعني قرار هو القيام بحملة التنظيف والتعقيم. هذا يبقى من مشمولات يعني السلطة الجهوية المحلية ومشكورين. أيمن، السؤال ولا التوضيح، الناس مش فاهمة ربما القرار، خاصة النقطة اللي تتعلق برفع الكراسي في المطاعم والمقاهي. الناس ماشي في بالها هو فقط بعد التسعة، معناها ما عادش فما كراسي وما عادش فما تواول في الغستوغون في القهاوي. ألوغ كو يظهر يزيد ثبت مع السيد الولي القرار، معناها من الصباح حتى للتسعة متاع الليل كل شيء بالليفغيزون، معناها تهز معاك، ما تقعدش سيغ بلاس، ما تاكلش وما تشربش سيغ بلاس هكا. باهي سي سمير، نحب نوضح لنا نقطة. نقطة بالنسبة للكراسي في المقاهي في المطاعم، هل هي بعد التسعة متاع الليل يلزم تتنحى الكراسي؟ سامحني، بعد التسعة متاع الليل ثم حظر تجوال شامل، ما ثماش كراسي وطواول، ما ثماش محلات مفتوحة، يعني ما ثماش سيركيلاسيون. معناها مش حتى في الصباح، يعني في النهار، يعني حبينا باش نرفعوا الكراسي الطويلات هذوما باش ناكدوا على التباعد الجسدي، باش نحققوا اكثر ما يكون التباعد الجسدي هذا اللي من شانه باش ينقص من نسبه انتشار المرض. وشكون باش يسهر على الاجراءات هذه؟ انتم تو سمعنا باش تخرجوا دوريه حاليا تتفقدوا مع الامن المقاهي والمطاعم. شوف، احنا منذ انطلاق الاجراءات الاولى اللي اعلن عليها السيد رئيس الحكومه، تم يعني بعث لجان محليه برئاسه الساده المعتمدين في كافه معتمديات ولايه ريان السبعه، وهما يعني اللجان هذه متكونه من لخيم في الامن، لخيم في الحرس الوطني، لخيم في يعني من البلديه ومن الشرطه البيئيه، وقاعدين يعملوا في دوريات وفي عمليات يعني تفقد ومراقبه والوقوف على الاخلالات واقتراح للجنة مجابهة الكوارث العقوبات ربما عند حصول إخلالات. وهذه اللجان هذه ترأسها السادة المعتمدين ويخرجوا هم بيدهم على اللجان هذه باش يخفوا أكثر على الإخلالات هذه، وإحنا بيدنا على مستوى الجهة وقاعدين نشوفوا ونراقبوا ونقيموا العمليات متاعنا يوميا ونعملوا ديريكتيفيكاسيون ولا ربما ندخلوا تغييرات على العمليات الرقابية هذه عند الحاجة وعند الضرورة. أيمن، سؤال أخير. أيمن، سؤال أخير، مدة تطبيق هذه الإجراءات قديش؟ الإجراءات هذوما نتاع قديش؟ وإلى أي مدى وقتاش باش يصير مراجعتهم سواء نحو التمديد، معناها ممكن وأنهم يزيدوا يتطوروا وتتخذ إجراءات أخرى، وإلا نحو التقليص فيها؟ به يمكن الإجراءات هذه هي مدتها توا 14 يوم. هل 15 يوم؟ 15 يوم. اليوم حتى نهار 23 أكتوبر. وهل يمكن تمديد فيها الإجراءات هذه ولا؟ احنا هذا يبقى للتقييم موكول للسلطات الصحية، هي اللي ما تشوف مدى نجاعة وربما الأرقام اللي باش نشوفوها بعد 14 يوم. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي نمشيو في سيناريو التخفيض وينقص معناها تسجيل الحالات. هكاك نمشيو في التخفيف وإذا لا قدر الله، إذا لا قدر الله يعني الأرقام تكون معناها مش هي اللي معناها مأمول أنها نسجلها واللي مطلوب نسجلها واللي نحبوا باش نسجلوها، ربما نمشيو للتصعيد في الإجراءات وناخذوها أكثر حدة وأكثر صرامة باش نجموا نحاولوا نحدوا من المرض هذايا. هذايا مرض وقاعد ينتشر، الوضع نشوفوا فيه اليوم وصلنا ل 409 حالة وفاة، يعني الوضع أصبح يعني مخطر، ولذلك لابد من أن يقع تقييم يعني فوري لكل الإجراءات اللي تم اتخاذها وربما إدخال التغييرات في من حين إلى آخر، وربما نشوف إجراءات أخرى. ربما هذا هو اللي مشينا فيه، وإن شاء الله
تعطي جدوى نتاعها خلال 14 يوم هذوما. شكرا لك ولضيفك. شكرا أيمن النباوي كنت معنا مباشرة من مقر ولاية ريانا. شكرا لك سعيد سمير عبد جواد ولي ريانا. نمشي مباشرة لك دكتور رفيق بوجدارية. تحط لنا التدوينة مريم بن عمو نتاع الدكتور اللي كتبها البارح رئيس قسم الاستعجال بمستشفى عبد الرحمن مامي. يقول أعداد المرضى وأعداد الموتى في تزايد مستمر، أعداد الإصابات في تزايد كبير، الآن يلزم إجراءات عملية وسريعة لوقف انتقال الفيروس قبل ما يولي كل إجراء ما عنده حتى قيمة. إنقاذ حياة الناس يمر عبر إجراءات ربما توجع ولكن اليوم أصبحت لازمة. الحجر الصحي حسب المناطق في نهاية الأسبوع ينجم يكون حل أولي يرافقوا منع الجولان الليلي اللي يمكن من التحكم في الوباء في الحامة وفي الكيف. اليوم لابد من الوعي بأن الحالة خطيرة وبأنه مازال قدامنا فرصة للتحكم في ارتفاع الأعداد وتخفيضها. اليوم الحل الفردي لازم لكن ما عادش يكفي وحده، اليوم الحل هو جميعي بالضرورة. والله يا لطيف، الله يا لطيف الدكتور بوجدرية 4/7/2020. دكتور حكيت وطلبت باتخاذ بعض الإجراءات، بضرورة التسريع باتخاذ بعض الإجراءات. إذا نمشي مباشرة إلى سؤال ونقولك، هل بالحزمة التي تم اتخاذها على الأقل على مستوى ولايات إقليم تونس الكبرى ومش فقط خاطر توا الإجراءات قاعدة تجي تباعا، منذ قليل ولي بنزرت اتخذ جملة من الإجراءات، ولي القيروان كيف كيف، ولي نابل كيف كيف ماشي في اتخاذ جملة من الإجراءات، هل الإجراءات هذية قاعدين ماشيين في ثنية صحيحة دكتور؟ هما قاعدين ماشيين في ثنية اللي تطمح باش تكون في مستوى الأزمة الصحية. اليوم في تونس ولينا عايشين على أبواب أزمة صحية. نقول الكلام هذايا مش باش نخوف ولكن نقوله من باب المسؤولية الطبية اللي هي مهنتي. اليوم الأرقام في تزايد، الأرقام نتاع الناس اللي حاملين الفيروس في تزايد. علينا كان نشوفوا الأرقام اللي تخرج في النشرية والندوة الصحفية نتاع وزارة الصحة، الأرقام نتاع الناس اللي في المستشفيات في تزايد، الأرقام تاع الناس اللي في العناية المركزة في لي سيرفيس دو رينيماسيون في تزايد، الأرقام تاع الناس اللي تحت التنفس الاصطناعي كيف كيف، والأرقام تاع الوفيات قاعدين يزيدوا بوتيرة كبيرة. أكثر من هك اليوم النسبة تاع لي تيست، تعرف نعملوا دي تيست، النسبة تاع لي تيست بوزيتيف اليوم في تونس أكثر من 37%. 38% ألور كو الموين، معناها المعدل نتاع الموجة الأولى كنا في حدود خمسة، بين خمسة وسبعة. شنو معناها؟ معناها كون اليوم المرض قاعد ينتشر بصفة كبيرة بين الناس، وكيف ينتشر بصفة كبيرة بين الناس حتى ولو نسبة الناس اللي تمرض، معناها اللي تولي عندها أعراض، على مجموع 115 يولي عندهم أمراض. إذا كان 15 من 1,150 ولكن 15 من برشا، دونك عمال العدد نتاع الاصابات بالفيروس تزيد، عمال الاصابات اللي تهز للمستشفى تزيد. من ناحيه اخرى احنا المنظومه الصحيه نتاعنا الناس كل يعرفوا حالها من برا ومن داخل كيفني متوسطه، باش ما نقولوش حاجه اخرى. العقل والعقلانيه والتدبير يقول كونه يلزم نستعملوها على قد ما هي، ندخلوا لها بشويه بشويه. بلدان كبيره اوروبويه في الموجه الاولى المنظومه الصحيه كيف جاتها موجه كبيره، كي جاها امبيك عجزت وشفنا تصاور. احنا اليوم ما لزمناش نوصلوا للحاله هذيك لانه المنظومه نتاعنا متوسطه. وتو نحكيهم بعد على الاجراءات اللي تم اتخاذها على مستوى وطني مهمه باش معناها نشيدوا بها، ولكن باش نثبتوا الفكره كونه راهو اليوم اذا كان أسبوعين ولا شهرين التالي من اللي بدأت نحكيه على الوقاية، اليوم نزمنا نمشيه بمنظومة الوقاية والعلاج. الوقاية اللي هي فردية وجماعية نحكيه كان والمنظومة العلاجية، هذو مزوز هما اللي مش يمكنونا من الخروج من الأزمة الصحية. أبيغ يظل الوقاية متقدمة برشا على العلاج، لا لا. ما نعملوش برشا على العلاج يظل بالمنظومة الصحية اللي عندنا. اليوم إذا كان عدد، اليوم إذا كان عدد المرضى برشا، اليوم الناس في المستشفيات ومبوبة باش تجيب عدد أكبر للمستشفيات. تستناو في هذا الدكتور؟ بالطبيعة. فبالتالي يلزمنا نطلعوا ونكبروا في المقدرة نتاع الاستشفائية، فعنا في عدد الأسرة نتاع الأكسجين وعدد الأسرة نتاع الإنعاش، وين الناس هذه تمشي. هذه حاجة يلزم نحضروا لها، تم الإعلان عليها أول الأسبوع على مستوى الوزارة وفي كل مستشفى قاعدين يخدموا عليها، ولكن هذا ما يكفيش وحده، لأنه
قد ما نطلعوا قد ما نطلعوا ديما مش نقعدوا في حدود امكانياتنا معنا زايد نعملوا قال اخر تصويره امكانياتنا معروفه شني ولكن هذا اللي يعطي القيمه الكبيره للوقاية. نقول نحضر رواحنا لتوسيع قاعدة طاقة الاستيعاب نتاع مستشفيات. شو معناها؟ معناها عملنا ديزابيل دوفر تاع باش ناخذوا أسرة إنعاش نتاع باش ناخذوا ليزاباغي نتاع الأكسجين. شنو هو؟ شنو نوضح لك حاجة؟ لأن شنو نوضح لك حاجة؟ راهو فما حاجة اسمها رو ديبلومون. شو معناها رو ديبلومون؟ احنا في تونس عندنا تبارك الله برشا مستشفيات وعندنا برشا أسرة. النجم ونحطوا على ذمة مرضى الكوفيد عدد أكبر من الأسر. علاش؟ لأنه إحنا اخترنا منذ 27 جوان اخترنا باش المستشفيات متاعنا يخدموا كوفيد ومرض كوفيد معناه يخدموا للناس اللي عندهم الفيروس والناس اللي عندهم أمراض قلب ورئة وكذا وكذا. لكن اليوم الوضع الوبائي الوضع الصحي حطم علينا باش نقول أنا ثلاثة أرباع متاع إمكانيات الفروشات متاعنا في المستشفيات الكل في المستشفيات الجامعية والمستشفيات الجهوية وكذلك مستشفيات الخط الأول اللي هي مستشفيات لا المحلية مستشفى المحلي يكونوا جاهزين لا فيهم الأكسجين هما هو كل سبيطار فيه الأكسجين الأسرة متاعهم يكونوا على ذمة المرضى هذوما لأنه بين بالكاشف كونوا قد ما نحطوا الناس على الدواء الناس المصابين اللي عندهم قصور صغير في التنفس كيف ياخذوا الأكسجين من لون نسبة التعافي ومنع ما يخليش يوصل للغياب ما يخليش يوصل لمضاعفات كبيره دونك انا نحكي على مش بمعنى الشريان لازم ولكن ماناش الدوله الوحيده اللي تو مش نشريه لانه العالم كل تو عنده الدوزيام فاج الموجه الثانيه هذه عندنا شرينا نصور شرينا في الوهن لكن نحكي على الرو ديبلومون معناها اعاده توزيع الاسره لفائده الناس هذوما اللي يستحقوهم اليوم باش السبيطارات الكبار ما يغصوش بهم راهو نجمو نعطيو الاكسجين في مستشفى جهوي ونجمو نعطيوه في مستشفى محلي لانه علاش فما الاكسجين فما السرير وهذا معمول به تو ولا مازلنا نحضروا في رواحنا هذا مبرمج على مستوى وزاره الصحه وانا مبرمج ايش معناتها مبرمج وكانه احنا ماناش نعيشوا فيها الموجه لا موجود لا شو معناها مبرمج بس شوي خاطر ساعات راهو الناس تسمع فينا تخرج كلمه ربما انت اي ميساج مفسر احنا في استراتيجيه متحركه معناها قاعدين نمشيو بربالي الاهداف اللي مش نكثروا في الاسره اجابه على سؤالك تو عندنا وقت باش نشريو مش التوسيع مش الشراء التوسيع هو الرو ديبلومون كيف الرو ديبلومون تاع الناس اللي تخدم في الاقسام هذه بارك الله عندنا معناها اكثر من 32 الف اطار شبه طبي ويمكن اكثر من 13 الف اطار طبي يخدموا في الصحه العموميه لابد نقوموا بعمليه نتاع الرو ديبلومون نتاعهم اعاده توزيع حسب الجهات الصحيه لتغطيه الحاجات اعاده توزيعهم ونعطيهم الامكانيات ايضا دكتور قبل الامكانيات هي حمايتهم حمايتهم باللي زو بي حمايتهم باللي زو بي باش هما ما ينقلوش ما يوليش ينقلوا في العدوى وهذا في 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 بعض البلايص ياخذ ويعطي دونك لابد من حمايتهم حمايه الطب وحمايه العمله وحمايه الممرضين وكذلك تحفيزهم مش لازمه معنويا تحفيزهم مش لازمه ماديا معنويا ولكن بتوفير ظروف العمل لائقه ومعقوله هنا نحكيو على المنظومه العلاجيه منظومه علاجيه كيف تطوير الشراكه مع القطاع الخاص ان كان في النقل عندنا برشا شركات نتاع دي زومبيلونس وان كان في الاقامه ان كان في الاقامه هذا حاجه اليوم هذه حاجه تمس التوانسه فالقدرات نتاع التوانسه الصحيه في العمومي وفي الخاص يلزمها تكون انا سانومبيش كنت تعرف انت دكتور وادرى مني ربما الناس الكو معناتها القيمه الماليه والماديه نتاع المساحات الخاصه ماشي متناول الجميع على ذلك ربما الناس الكل تسائلت علاش اليوم مثلا لم يقع اتخاذ اجراء كما تسخير المساحات الخاصه خاطر اليوم يدخل مريض بالكوفيد يقول لك حط لي شيك من 30 ولا 20 مليون 20 مليون مش في متناول الناس الكل انا حكيت على الشراكه بمفهوم سدان حاجيات اللي اذا كان في مناطق ما فيهاش ولا اذا كان الدوموند دو سوا معناها ثم سورشارج القطاع الخاص يدخل هذه لازم نوبوه في اطار المجهود التضامني اللي 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 قدموه في بعض في, في بعض الحالات. الارقام اليوم مثلا اعلنت عليها وزاره الصحه واللي في كل مره متطوره اليوم وصلنا نحكي على 56 ميت يعني براتيكمون بمعدل في نهارينا
معناها ميت كل ساعه، كل ساعه فما ميت. الارقام هذه الى اي درجه هي صحيحه معناها، والا نسبيه على خاطر مانيش قاعدين نحلوا برشا، على خاطر فما ناس ربما تكون عندها ما عندهاش اعراض وماهيش محله، ولكن هي تكون مصدر لنقل العدوى دكتور؟ لا، الارقام هو هي من هي تونس، والحق يقال معناها وزاره الصحه العموميه هي تونس من الدول اللي في 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 منطقتها وفي مستواها يعطيوا الارقام الصحيحه كما هي، معناها ما فماش ما فيهمش زينه ولا مكياج، هذيك الارقام تاعي يعني. ربما زياده لانه فما برشا عباد توا راقده في ديارها وما عملتش لي تيست موجود. فما العديد من الاطباء اللي قاعدين يتبعوا في في مرضاهم في في ديارهم وهم ما عملوش تيست، لانه احنا في نيفو كبير، نيفو 4 تاع ليبيديمي، مستوى عالي. دونك انسان يبدا عنده اعراض واضحه وشرطوك في عمل تصاور سكانير ربما ما يعملولوش تيست ويحسبوها كيكا ويقعدوا يراقبوا فيه. دونك الاعداد موجوده، الناس موجوده في ديارها اللي يتبعوا فيهم اطباء ويعطيهم الصحه. الوفيات اللي تعبر عليها اللي معناها تنشرها الوزاره راهي معطيات صحيحه، حتى حد ما عنده الحق باش يشكك فيهم. ربما فما زياده معناها فما زياده نتاع الناس اللي كينون باي تي كونتابيليزي، ولكن بالعدد هذاك النسبه خاصة نسبة الارتفاع من أسبوع لأسبوع كبير. قداش النسبة، شنو اللي تقلق اليوم في النسب هذية من أسبوع لأسبوع وكل ما تقدمنا في الأيامات دكتور بوجداري؟ شنو اللي يقلق؟ نسبة الوفيات، نسبة الإصابات، نسبة الناس اللي تحسوا ماشيين، نسبة اللي يقلق هما الأرقام اللي يدلوا على انتشار المرض. اللي هما عدد الإصابات وعدد لي تيست بوزيتيف 37% سي انورم برشا. صحيح احنا ضايقنا من الرقعة نتاع لي تيست، أما برشا برشا. واللي قلق هو خطورة الفيروس هي بعدد الوفيات وعدد الناس اللي في الإنعاش. هذو زوج حوايج اللي لازم ناخذوهم بالاعتبار. نرجع للكلام، قلت المنظومة العلاجية لابد من حطانها في مستوى الأزمة الصحية. هذا أمر قلت لك يمر مش عبر اشري واعمل، ولكن ريديبلوي إعادة توزيع، إعادة توزيع وإعادة توزيع. ما تنجم تجي كان على مستوى جهوي ولا جهاتي، على مستوى جهوي والا خاطر هو ادرى يبدا بالامكانيات على مستوى جهه، مش على مستوى سبيتار برك، على مستوى جهه. ولا بد من اقحام، انا هذه قناعتي ومطلب تاع العديد من الاطباء والعديد من الجمعيات الطبيه، هو الصف الاول بمعنى المستشفيات المحليه اللي فيها سره وفيها اكسجين وفيها طب. وعلاش ما توقعش اقحامها في الاستراتيجيه؟ ما هو لانه الاعداد قبل كانت قليله، والموجه الاولى نتاعنا الاولى كانت قليله، لانه حاصرنا المرض من الاول بطريقه قويه، الى ان وصلنا معناها في الفتره الاولى عملنا 1000، اليوم 26000، باش تعرف الفرق. بالنسبه للوقايه كان تسمح لي نرجع للوقايه، خلينا في الدياجنوستيك. فريد نصري، والله كنت نسمع معناها في الملاحظات اللي قدم فيها الدكتور، واللي في جانب معناها تحليل واقعي وتحليل صحيح، لانه حب ولا نكر الاحصائيات اللي تعطي فيها في وزاره الصحه اليوم هي احصائيات صحيحه فيما هو متاح، مش من غلطوش العباد. صحيحة في عدد الوفيات بطبيعة الحال، ما ثماش علاش باش ناس تموت، عدد صحيح. حتى في عدد الإصابات هو إحصائيات صحيحة فيما هو متاح. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني الناس اللي تمشي تحلل ويلقاهم عندهم مصابين بالعدوى، هذيك هي الإحصائيات. أما الناس المصابين وما يمشيوش يحلوا ولا ما يعرفوش أنهم مصابين ولا ما يحبوش أو اللي يتعذر عليهم أو غيرهم وغيرهم، ما نجموش نعرفوه. وبالتالي فإنه الإحصائيات هي تعكس ما وقع تقديمه للتحاليل فقط. أنا اليوم نحب نرجع على نقطة أخرى. ربما المنظومة الصحية متاعنا ربما كان لطيف جدا الدكتور منذ حين عندما كان قال متوسط، أنا أقول المنظومة الصحية هي متهرئة، ماهيش ربما أنت كنت لطيف شوية في الكلمة، نحن ما عدناش لطافة، نقول الأمور كما هي. أنا نقارن في بلاد كيما تونس بين أمرين اثنين، بين عدد السيارات الإدارية كمثل من ناخذ كمثال، نحن عندما نقوم بالتحاليل سواء تحليل الاجتماعية أو الاقتصادية أو حتى السياسية، ناخذ إشانتيون نقولوا البلاد باش نقيسوها باش نشوفوا المنظومة الصحية في بلادنا ماشية ولا ماهيش ماشية قياسا لمنظومات أخرى. كي نلقى اليوم عدد السيارات الإدارية في تونس 84000 سيارة إدارية دون اعتبار سيارة الأمن، دون اعتبار سيارة الجيش الوطني، دون اعتبار الحماية المدنية. تكلفة البنزين سنويا ما يقارب 540 مليون دينار. تعرفش معناها الكلام هذايا؟ عدد الأسرة قداش اليوم في تونس؟ مئات
ما تجاوزش مئات عدد الأسرة وخاصة أسرة الإنعاش. إذن البالونس ما يقابلش بعضه في بلاد كما تونس اليوم. هل أنه اليوم في حاجة إلى أنه ندعم المنظومة الصحية ونحن اللي نقولوا أنه نرجعوا ديما نقولوا أنه الدولة الوطنية راهنت على أمرين اثنين، راهنت على التعليم والصحة، هل أنه الكلام هذا صحيح اليوم ولا مش صحيح؟ في جانب ربما التعليم في جانب كبير منه صحيح، لكن الصحة ما هوش صحيح. وهذا أثبت اليوم بعد 60 سنة و70 سنة الدولة الوطنية وحتى بعد الثورة شنو اللي عملنا؟ أنا نقول أنه ما قدمناش بالكل، وأنه المنظومة الصحية متاعنا منظومة متهرئة أو متهرئة جدا لعدة أسباب. أسباب أنه ما راهناش على الصحة في تونس، وكلامه الكل كذب وتسفسيف وما هوش صحيح الكلام هذا. أكثر من هذا اليوم نحكيه عن المنظومة العلاجية والمنظومة الوقائية، الميون متاحة هذايا المنظومات هذه هو الإطار الصحي، الإطار الصحي بالأساس. الإطار الصحي اليوم اللي هو لافونغارديس، اللي هو في 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 مواجهة الوباء هذا، هل أنه هو بيده محمي أم لا؟ بينت الإحصائيات الموجودة في تونس اليوم أنه حتى الإطار الصحي اللي هو جند، هو الجند قاعد يقاوم في الوباء في الصفوف الأولى ما هوش محمي. وبالتالي نحن نشوفوا قداش من إصابات في الأطباء وفي صفوف معناها في الإطار الطبي وشبه الطبي. يعني بالنسبة لي الكلام هذايا ما عنده حتى معنى. الأكثر من هذايا اليوم باش نشوفوا هل أنه راهنوا ولا ما راهنوش على المنظومة الصحية، ومنظومة صحية صحيحة ولا لا، والتعامل مع المواطن التونسي صحيح ولا لا. أنا باش نرجع الكلمة قلت أنت عارضا، وهي منطقة التسخير. هنا التسخير راهو أمر هام وهام جدا. اليوم خرجنا من منطق معناها الإصابات الأولى أو الحالة اللي كنا فيها قبل، في كانت تفكر في مارس وأفريل الناس كلها خايفة وإلى آخره، وإصابة وإصابتين. لا، اليوم نحن نعيش تفشي الوباء، تفشي الوباء بصورة معناها كيما الهشيم، كيما النار في الهشيم. اليوم راهو مش في تونس برك، في عديد البلدان، ومفروض علينا أنه باش نتعايشوا مع هالوباء عافانا وعافاكم الله. اليوم أصبح لأنه هناك خيار، إما نعيشوا ولا ما نعيشوش، إما نخرجوا ونحاولوا أنه نحافظوا على المينيموم تاع الحياة الاقتصادية، أو أنه نرجعوا للانكماش وحالة تكاد تكون معناها مستحيلة اليوم. لكن كيفاش باش نقاوموها اليوم؟ تعرف أنت اللي تونس التحليل، نرجع لك المنطقة التحليل بالإحصائيات، أغلى تحليل في البلدان الكل هو في تونس. في البلدان الأخرى ب 30 يورو ب 40 يورو ب 50 يورو لماكسيموم، في 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 المغرب وفي الجزائر وفي غيره وفي غيره أرخص منه. اليوم في المساحات تعرف قداش تحليل في اليوم؟ 400 دينار في وفي اللابوغاتوار 209 دينار. لكن الكلام مغلوط لأنه تقعد تستنى ويعطيك موعد بشهر وبشهرين وإلى آخره، وما هوش متاح كان بالمعارف وغيره. نرجع بطبيعة الحال ترجع ل 400 دينار. 400 دينار بالنسبة للمواطن هنا ولينا نحكيه على الصحة، مش الجميع، ولينا نحكيه على الصحة لجانب معين من الشعب التونسي اللي عنده فلوس قادر اليوم باش يعيش ويعمل على أنه باش يعيش وأنه قادر باش يحافظ على الصحة متاعه. واللي ما عندوش فلوس اليوم ما قالوا إما الاندثار أو ربما الموت، أو هذه حقيقة، حقيقة حقيقة مفزعة، ولكن حقيقة يجب أن نتعايش معها. أنا نقول مسؤولية الدولة اليوم، يجب نحن أمام وباء عافانا وعافاكم الله. اتخاذ القرارات صحيح، القرارات الاتخاذ فيها الإيجابي والإيجابي جدا، وترك ربما للجهويات أو للولايات كل في 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 إطار ولايته يتخذ القرارات التي يراها ربما معناها فعالة. لكن اللي نحب نقوله اليوم، راهو مسؤولية الدولة تتمثل في وزارة الصحة، ما يلزمش تكون معناها مسؤولية خفيفة. اليوم لك كل الصلاحيات، الحكومة اليوم عندها كل، وأتحدث عن الحكومة لأنه بالنسبة لي القرار السياسي يتخذ من الحكومة، كل الصلاحيات القانونية والدستورية باش نوصلوا إذا باش تواصل بالشكل هذا لمنطقة تسخير. نعم. ما معنى منطقة تسخير؟ يعني اليوم نسخروا القطاع الخاص للشعب التونسي أو للقطاع العام. القطاع العام ما عادش قادر باش يكفي، ما هوش قادر اليوم. اليوم الأسرة الإنعاش في الوحدات الخاصة قداش عندنا من سريع الإنعاش؟ قداش عندنا سريع الإنعاش؟ قداش عندنا سريع الإنعاش دكتور؟ عندنا مئات، 200 مئات 200 وفي الإحصائيات، حتى الإحصائيات معنا باش نزيدوا في حتى لنوفمبر قداش باش نزيدوا 100 سرير، أو معنا حاجات بسيطة وبسيطة جدا قياسا للبلدان الأخرى. هنا نرجع باش نقول أنه التسخير أصبح أمر ضروري وضروري جدا دكتور. أنا
مش نتفاعل مع صديقنا. المنظومة الصحية التونسية صحيح تعبة، ولكن المنظومة الصحية التونسية راهي حتى وهي تعبة وحتى وهي أمورها متوسطة، وديك الحقيقة معناها مش لطف نتاع عربية. سمحني ما تحدث على الكادر الصحي. لا لا لا, لا, لا. نحكي على المنظومة الصحية. نحكي على المنظومة الصحية. اليوم قاعدة تقدم في خدمات كبيرة وخدمات كبيرة للتوانسة. التوانسة من اللي يتولدوا حتى اللي يتوفوا في جميع الاختصاصات. واليوم تعرف قداش عندنا من مستشفى جامعي في تونس؟ قداش عندنا من مستشفى جهوي اللي في طور باش يولي مستشفى جامعي؟ اللي نعرفه قداش عندنا قداش عندنا من سنين اما التوزيع نتاعها جغرافيا مش عادل في جهات معينه من تونس. اما التوزيع الجغرافي مش عادل. شوي تقول لي مش تقول لي التوزيع مش عادل. صحيح باجا وجندوبه والكيف قداش فيها مستشفى؟ خليني نوصل خليني نوصل قروين وقفصه وقفصه قداش فيها دكتور؟ اخر اخر مشروع اصلاح اخر مشروع اصلاح للقطاع الصحي. تو مش نحكيوا على القطاع الصحي دول. لا لا مش حلو برشا في الكلام. ارتكز سامحني. لا لازم نقولوا كلام خاطر خونا كان ربما شويه قاسي. لا لا الحقيقه ساعات توجع زاد. لا لا الحقيقه الحقيقه توجع اما زاد العبد يقول الحقيقه. ثم نقائص كبار ثم نقائص كبار اما المنظومه مش كما نتصوروها. دونك اخر اخر مشروع اصلاح للقطاع الصحي كان مرتكز على اقطاب صحيه مشاو فيه، ولكن جات فتره في تونس اللي هي السنوات الصعيبه هذه اللي خلات الاصلاح الصحي اكثر من هكا. اليوم كل منظومه صحيه ترتكز على مؤشرات مش على عدد سيارات برك. المؤشرات المطلوب في القطاع الصحي مؤشرات في القطاع الصحي وصلت بالبرنامج نتاع التلقيح اللي بدا في تونس من عام 64. انت تحكي قبل تحكي على الدوله الوطنيه بدا من عام 64 وصل باش مؤمل يقطع برشا امراض في تونس وباش مؤمل الحياه عند الولاده يوصل ل 74 سنه. وصل باش عدد النساء لانه هذا انديس ماخذينه على مستوى الوماث عدد النساء اللي يموتوا وقت الولاده يتيح تحت 30. هذو حوايج ما فيهمش حتى كلام. وصل كونه الاطارات الصحيه التونسيه مرغوب فيه ونقف هنا. نرجع نحب نرجع للازمه اليوم. الازمه انا حكيت قبيل على الشراكه ما حكيتش على التسخير. حكيتش على التسخير. اليوم الكنام صندوق التامين على المرض يرجع مصاريف امراض في القطاع الخاص بطريفه مصادق عليها. يعني علاش ما نصوروش هذا بالنسبه للجائحه هذه؟ اما وقت اللي نوصلوا الامور تهرب بينا وقت نجموا نحكيوا على تسخير ونحكيوا على استعمال مثلا الليصال وكل القبيل. انا نحب نقول كونه اليوم مازلنا اليوم نجم نتصرف ونتحكموا في النمو نتاع الارقام هذه اللي منحرج مش تولي خطيره وخطيره برشا. فما خوف هذا موجود. الخوف عند المهنيين يمكن اكثر من عند الناس لانه راو على الاعداد اللي كانت تجينا في اول سبتمبر والاعداد اللي تجينا في اول اكتوبر يجيو لي نحن. والناس اللي تمشي للمستشفى العمومي تمشي للمستشفى العمومي والاستعجالي خاصه. والمستشفى العمومي الباب نتاعو الرئيسي هو قسم الاستعجالي من بنزرت حتى البنقردين. هذه حاجه ما فيهاش حتى كلام. ونحب نحيي الناس اللي يخدموا توا في الاستعجالي وناس بات ليالي كامل ما تخدمش. دونك المنظومه تقاسي من ضعف ومن ضعف يكبر في مناطق ويصغر في مناطق. هذه حقيقه. ولكن هنا شفنا نجموا نقولوا على ولايه المستير اللي ما فيهاش مستشفيات، ولكن مستير فيها مستشفى كبير من فيه من يعني المستوى العلمي نتاع جل الاقسام نتاعو مستوى عالمي. المستير جمعت التالي دخلت في ازمه صحيه لانه جاها موجه جاها بيك. دونك هذا اللي ما نحبوش نوصلوا له واللي اليوم نجموا نمنعوه نجموا نمنعوا الوصول ليه. كيفاش باش نجموا تنرجعوا بعد خلينا في الدياجنوستيك محمد حمروني. اليوم الاوضاع الحقيقه بدات تتقلق شويه خاصه وقت اللي نتحدث ربما على وفيات مره كل ساعه ميت معناها كل ساعة. الأمور ولا تقلق؟ يعني تقلق والآن كأننا بدأنا في مرحلة يصبح فيها السيطرة على المرض في شيء من الصعوبة لم تكن صعوبة كبيرة جدا. احنا وقت اللي نسمع الأطراف الحكومية ولا بعض الولايات يدخلوا ولا بعض المسؤولين في القطاع الصحي يعطيونا صورة ماهيش خايبة وطمئن إلى حد. وهذا مهم بالنسبة للمواطن اللي يشاهد فينا توا وهو توا تقريبا يعني في منع جولان. ونحيي كل المواطنين اللي قاعدين يشاهدوا فينا من ديارهم وهم قاعدين مجبرين في ديارهم الان. كي نسمعوا مثل هذا الكلام
في شيء من الطمأنة. ولكن يعني لما نسمع المواطن نسمع فيرجن أخرى، نسمع صورة أخرى، نشاهد مشهد آخر. وقت اللي فما مواطنين الآن يهبطوا دي فيديو في لي باج نتاعهم ويقول لك أنا راني توا في داري وشدني كريز نتاع أزم وأنا عندي الكورونا وراني نطلب عندي في أربع سوايع وراني باش نموت وراني عندي نهارين على الحالة هذه وما جاني حتى حد. معناتها شيء شيء يقلق. وقت اللي نشوفوا الحالات كما بعض الموتى اللي يبعثوا لهم سكان معناتها بلاستيك كحل ديارهم وقالوا حتى واحد ما حب يمشي باش يهز الناس هذوما او حتى يدفنهم، هذا هذا يقلق. دونك فما كاننا نحن امام زوز صور، زوز مشاهد. مشهد يقدمه الطرف المسؤول، الطرف الحكومي سواء والي او وزير او مسؤول في الصحه، والمشهد اللي يعيشه المواطن واللي هو يشتكي دائما مش فقط من التحاليل اللي ب 400 دينار، راهو سي فريد راهو ب 400 دينار وهذا كان لقيتها يعني مش موجود. صدقني 400 دينار بالمعارف وبالمعارف وبالرونديفو، شوف يدبر لك واحد فرصه باش تعمل تحليل والا لا. وان بلوس ب 400 دينار في القطاع العام يعني ب 250 209 ثم تطلب تقعد نهارين وانت تستنى باش تجيك الدور نتاعك تعمل التحليل تقعد دينار اللي توسط لك 60 دينار تقعد نهارين. الخطوره هاي وين؟ في التايمينغ، في الوقت. وقت اللي انت مصاب تقعد نهارين تستنى في التحليل، تعمل التحليل تقعد نهارين تستنى باش يخرج التحليل. في الاربع ايام هذوما تصير كوارث وحالات عشناها شفناها في اقاربنا، يعني الناس معناتها تيستي بوزيتيف ومازال ما في بالوش ويدور ويمشي للاستعجال ويمشي للسبيطار وياخذ في الاكسجين في السيركوي العادي. الور كون بعد 48 ساعه عملوا له تليفون ولا بعثوا له ميساج قالوا له راك بوزيتيف. معناتها اي كل نهارين هذوك اللي هو يدور وما في بالوش وهو يستنى. دونك هنا مشكله كبيره. انا شو نقول؟ انا الوضعيه اللي عايشينها توا في اعتقادي الناس اللي قررت باش تحل البلاد وتفتح الحدود وتنحي الاجراءات اللي كنا متخذينها كانوا واعيين اللي نحن باش نوصلوا للمرحله هذه، وقالوا لنا ساعتها لابد ان تتعايشوا مع المرض. وانا ساعتها قلت تتذكر جمعنا واحد من اللجنه الوطنيه لمكافحه الفيروس، قلت له هذا راه معناها التعايش مع الموت، وانا عايشينه تو. احنا تو في اعتقادي بغض النظر وزاره الصحه معناتها مشكوره على المجهودات نتاعها الكل، وقاعده تبذل في مجهود جبار، وانا اعتقد انهم الان في الواجهه يعني ويواجهون الموت حقيقه، سواء الاطباء او الاطار نتاع الكل، يعني الفريملي الاطار اللي يخدم في القطاع الصحي الكل قاعد يواجه في الموت وهو يواجه في هالوحده. ولكن خلينا نقولوا حقيقه، راه امكانياتنا بهالفتحان الغالط للبلاد خلت الموجه تفوق امكانياتنا بكثير. والان تشوف يعني صعب لما نحكي على الارقام، حتى واحد ما شكك في الارقام اللي تقدم فيها وزاره الصحه، ولكن احنا نقولوا هذيك هي الارقام اللي عندها. وقت اللي تعمل 5000 تيست يطلعوا مثلا 38% منهم 38% مرضى، ولكن كان تعمل 10000 انا نقول لك سافا معناتها تضرب في الاثنين، وكان تعمل 20000 تضرب في الاربعه. دونك الرقم الحقيقي نتاع المصابين هذا هو اسكو هو الديكلاري ولا نحن مش معناتها هذا تشكيك في وزاره الصحه، ولكن هذيك الامكانيات. انت تعرف زميلنا اللي كنا نحكيو عليه في الاوف وصديقنا اللي جاته ال 190 باش تحلل لمرته، قال برا خلينا نحلل انا بالمناسبه. هو ما عنده حتى عرض، طلع هو اللي عدا مرته. ما عنده حتى عرض، طلع هو اللي مصاب وطلع هو اللي عداهم. اللي عدا مرته. دونك كم من حاله مثل هذه تدور في البلاد؟ كم من واحد تونسي اليوم قاعد يدور في البلاد وهو مصاب وما في بالوش ومش محسوب في هالعدد هذه؟ دونك الوضع حقيقه خطير. وانا المواطن لازم يتحمل شويه مسؤوليته وما يعملش برشا على الدوله. هو هذا كان الشيء نجيه تو مع دكتور بوجداري يقول لك فردي وجماعي. المساله الاخرى هي حكايه الاطفال والمدارس. لابد من اجراءات صارمه. احنا وانا بيدي حتى في عائلتي عشنا المشكله هذه وربما كل العائلات. يعني اولادنا وقت اللي قعدوا سبع شهور ما قراوش مشكله. انا خليني نحكي حتى على حاله شخصيه. ولدي لقى صعوبه باش يرجع يقرا. وباش يرجع يركز من جديد. انا ماذا بيا ولدي ما يقطعش الدراسه رغم الوضع، ولكن كذلك مانيش قادر نحط ولدي في مواجهه الموت، وهذا ينطبق على الكل في اعتقادي. ولا واحد يحب ولده يقعد في الدار ما يقراش، ولكن في نفس الوقت لابد من توفير الضمانات. انا نقول هذا علاش؟ لاني عندي معلومه مؤكده اللي فما بعض المعاهد الخاصه والاعداديات الخاصه قالها فيها اعداد من الاصابات
كبيره يعني في تلقى بالاربعه بالخمسه قالها سعد اليعقوبي كتب عام جمعيه التعليم انا اعرفها بالاسم وسمى بالاسم حتى سعد يعقوبي سمى قال فما 1000 اصابه منها في مؤسسه تربويه تكتشف فيها الحالات وما سكرتش وما سكرتش ويا اما الاطار المشرف على المدرسه والمؤسسه هذه ما يبلغش او حتى كان توصل المعلومه ما يقعش اتخاذ حتى اجراء اكثر من هكاك في احد المؤسسات المديره مصابه وتخدم وتتجول يوميا في المكاتب ونعطيك معلومه صحيحه وفي الاوف نعطيك الاسم كان تحب دونك هنا الدوله لازم تقف شويه لانه هذوما اولادنا احنا كما قلت ما نحبهمش يوقفوا على الدراسه وانا متقلق انه مع اولادنا الكل يلقوا صعوبه بعد 7 شهور باش يرجعوا يركزوا من جديد ولكن لازم شويه اهتمام بالموضوع هذا خاصه وانه الاستاذ انصاف من علي منذ حين اكدت انه فما عدد لا باس به من الاطفال المصابين وحنا نقولوا الاطفال راهم ما يمرضوش اكدت انه فما عدد لا باس به مصابين وعدد راهو في المستشفيات عدد منهم في المستشفيات هذه من المغالطات ربما ولا ما نقولوش مغالطات لانه اكتشفناها من بعد من الاول قلنا ليه راهو صغار دي بورتور سان وما يوصلوش معناها حتى كان ضربوا بالفيروس يمكن يعديوا هما اما ما يوصلوش تداور حالتهم اليوم نحكيو على اصابات في صفوف الاطفال دكتور بوجدريه مش مغالطات لانه اللي نعرفوه احنا وقتاش سمعنا بالسارس كوف 2 بالفيروس هذا قداش لنا عندنا 10 شهور ولا 9 شهور هكا ولا دونك المعرفه بالفيروس وبانعكاسات الفيروس بالوقت ماشيه وتزيد عند الناس ماشيه وتزيد عند الناس ولكن توا اللي يقول المعلومات تجي منين؟ تجي من المقارنات نتاع الابحاث العالميه من المقارنات نتاع الابحاث العالميه شنو جار في الدول الاخرى؟ من حتى العمر 11 سنه ابوبري عمر المكتب الابتدائي عندنا المدرسه الابتدائيه الوليدات ما يمرضوش حتى 11 سنه ما يمرض حتى للمدرسه الابتدائيه معناها ما ينجم يمرض كان اللي عنده مشكله في المناعه نتاعو نعرفوا فما وليدات يبدا عندهم مشكله في المناعه والا وليدات ياخذوا في دي زونتي انفلاماتوار عندهم التهابات معناها امراض تتحقق وياخذوا في ياخذوا في دي زونتي انفلاماتوار هذم اللي لازم نحتاطوا عليهم بالنسبة للي عمارهم أكثر من 12-13 ينجموا يمرضوا إيش معناها يمرضوا؟ يجيهم الفيروس معناها ما عندهمش بوكلية ما عندهمش أما نسبة الوليدات ولا البنيات اللي يعملوا أعراض في العمر ذاك نتاع الشباب أقل برشا من أنا مثلا واللي فهمتي هذا هو نحب نرجع ولكن هم بربي على الأعراض ينقلوا العدوى وإلا لا نعم في العمر هذايا ينقل العدوى بالنسبه للاولاد الكبار ينجم ينقل العدوى هي المشكله اي الاعراض دكتور برامج ما يدورش عليه اعراض هذاك علاش ناكدوا شوف يا استاذ رانا تو ماناش تعرف كل وباء فيه من مرحله 0 حتى المرحله 4 احنا تو ماناشنا في المرحله الاولى 0 احنا في المرحله الرابعه اش معناها نيفو كاد دو ليبيديمي نيفو كاد دو ليبيديمي هو الفيروس يدور سركل معانا دو بارتو يدور بحريه اونتر جيمي يدور بحرية في المجتمع يدور بحرية في المجتمع والفيروس ما عندوش لا كهرباء لا موتور اي فماش تطورات في طريق اكتشاف العدوى دكتور الناس هما اللي ينقلوه اليوم اذا كان الناس عدات 4 شهور هكا ولا من جويليا اوت 3 شهور بدل التباعد ثم الالتحام مش حتى التقارب العروسات والرستورانات والبحورات والوتله شكون يلبس بابات حتى ال 10 ايام الثاني فما دراسه ورات تونسي على 10 يلبس بافيت سي تري انسوفيزون ناقص برشا احنا يقولوا اللي يعرفوا الواحد يقول لك ما نجموا نوقفوها الا ما نوصلوا نلبسوا بنسبه 75% ما بعدنا توا الناس كبست شويه هكا يلبس يوكار في تونس ما نعرفش الداخل شنو فما هذه مسؤوليه المواطن شنو تسميها استهتار عدم جدية في التعامل مع المسألة أنا شوف نتيجة ولا موك دو سونسيبيليزاسيون من الدولة زادة سامحني توا لا شوف خاطر الناس كل رخت راهو حتى المواطن يتحمل جزء من المسؤولية راهو خاطر المواطن طوكو ما تمسش واحد من عائلته باقي توا أنا نحكي حد مع حد العشية يا دكتور يقول أنت كذبة الكورونا ما فما حتى شيء ماهوش ديما راس الهم داد عايش سامحني في الكلمة قلت لك أنا مسؤولية الدولة موجودة رخينا الناس الكل يا دكتور التقصير موجود رخينا الناس الكل المسؤولية الأولى تاع المواطن الصيف للمواطن مشى فيه للبيسين وعمل عروسات وقعد وسافر وتركب في طيارة يتحمل جزء من المسؤولية لكن زاد لا سونسيبيليزاسيون
والكامباني دي سنسيبيليزاسيون متاع وزارة الصحة متاع الدار، علاش وقفت هذايا في الصيف؟ ما وقفتش لأنه شعار متاع احمي روحك والاختار موجود في الـ في, الـ في الوحدة. سامحني الناس الكل تحكي على الكورونا، الناس الكل تحكي على الكورونا، كلنا رخينا الكل. الحاجة الثانية قولوها، قولوها بكل صدق معناها اخي، احنا كمهنيين ولا كسلطة محلية ولا سلطة جهوية في الثلاثة شهور ذوما حفظنا ولا 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 راقبنا انفاذ البروتوكولات الصحيه في الاماكن العامه؟ حتى حد ما تحرك، ريتو بلديه تحركت، ريتو ولايه تحركت، ريتو جهاز تنفيذي يتحرك باش يلزم صاحب المطعم باش ينقص من عدد الطواول، وصاحب الملهى باش ينقص من عدد الكذا. فما تدخل من عند الناس فيما يخص النقل في الكيران وفي المتروات بالنسبه للموديل الكبرى وفي الترينوات، ما فماش. ولكن تبقى الاهم حاجه انا نقول، وهذاك انا قناعت، هي الناس اللي ما كانتش في مستوى الخطوره نتاع المرضى ذا، واللي هي لا احترمت لا ماسك ولا احترمت التباعد ولا احترمت لينزور بريد. جزء برمي إيمان لحظة برشا، لا لا في الفكرة جزء من هذا هو غياب المعلومة، وأن المعلومة الغالطة. برشا مواطنين سريان معلومة أنه الفيروس ضعف، هذه قاعدة دور برشا، وأنه ضعف ومعادش معدي ومعادش خطير بنفس الدرجة. المعلومة هذه كي تسري عند المواطن، قالت في آخر أوت، هذه قالت في آخر أوت كيف رجع على مستوى بيننا بينت ابن الاختصاص بيننا هالنقطة ذي، حكاية الفيروس ضعف والبيك، اسكو نحن توصلنا للبيك ولا لا؟ والنقطة الثالثة يعني لماذا لم يقع وانت في المستشفى عبد الرحمن يعني المختص بمعالجات، لم يقع الان حتى حالة شفاء في ولاية أريانا منذ 7 أيام؟ الو انت طرحت فما البيك الفيروس وحكاية الفيروس ما ضعفش، الفيروس ما ضعفش لأنه وقت تشوف عدد الوفيات، الفيروس ما ضعفش، يمكن زاد قوة شوي، يمكن زاد قوة شوي. اثنين، هل احنا في البيك؟ احنا ماناشنا في البيك، البيك مازال قدامنا. كان نواصلوا هكا الاعداد اللي مش ان شاء الله ما نعيشوهاش بعد شهرين تكون اعداد، لا يقول لنا اعداد دكتور بعد شهرين. بعد شهرين كنكملوا ايش معنى كنكملوا هكا دكتور؟ يعني الفيروس سي سيكليك، يمشي بصفه دوريه، معناها الناس تشوف الفيروس الفيروسات تجيب بصفه في مثلا في الصيف ما فماش بروده، الجريب وقتها تجي كي صحيح الفيروس كيك. هذاك علاش احنا نخمو معناها اون في دي بروجيكسيون حتى الفيفري ومارس وقت اللي الدنيا مازال بارد. دونك اذا كان مش نواصلوا هكا، اش معناها؟ استخفاف بالحال، ما نتحملوش مسؤولياتنا كافراد، كجماعات مازلنا ما حكيناش في ذول ان شاء الله الوقت. اي مساش باش نحكي على كجماعات. اي دونك راهي الارقام باش تزيد. ان شاء الله قداش نجم نوصلوا دكتور؟ من هنا الفيفري قداش نجم نوصلوا؟ كلها بوضوح. نقول لك اعداد الوفيات هذه نجموا نضربوها في 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 الخمسه فاسيلمون. فاسيلمون. يعني نوليو بالالاف يعني. فاسيلمون الاف نجموا 2500 معناها كي يقول لك عندنا 50 اليوم نضربوها في الخمسه. دونك اليوم مازال عندنا وقت باش نحكموا ونشدوا هالماكينه اللي قاعده تخدم ماكينه نتاع الفيروس. جماعيا نحكيو توا جماعيا، وهل بمثل هذه الاجراءات نساهموا في التقليص من حده الانتشار والا باقي منقوصه؟ بمثل هذه الاجراءات نتاع الحجر مش حظر التجوال، حظر التجوال في الليل نتاع القهاوي ما عادش يقعدوا العباد وان شاء الله يطبقوهم، نتاع الالتقاءات الدينيه في صلاه الجمعه خاصه العروسات تفهمنا فيهم هذوك في الليل وغيره ينجموا ينقصوا. ولكن انا اعتقد كونه اليوم ديما نقولها، ما دام مازال عندنا الوقت لابد من تكسير السلسله نتاع العدوى. اذا كان غلبنا الـ الـ البيك نتاع الحامه في جابس غلبناه بمنع الجولان وكونفينمون بارسيال، اذا كان غلبناها في الكاف اللي جات بعد الحامه كيف اليوم منا تكوي ومنا تشوي، منا تكوي ومنا ولكن كونفينمون بمده معينه ومحدده. اليوم يلزمنا قبل ما نزيدوا نطلعوا في الارقام نكسروا العدوى، نجموا نعملوا كونفينمون بثلاث ايام ولا باربع ايام. جربوه في الشرق، في بلدان في الشرق يجيو في اخر الاسبوع اللي هو الناس الويكاند نجمعوا سبت وحد ويكسروا ان كونفينمون. اون بو ايسيي سا كونفينمون توتال اون بو ايسيي سا باش نكسروا العدوى. اليوم الهدف ما هواش إزالة الفيروس كما عملنا بيريوديك سيبلي
إيكور سيبلي تفايم إيكور. تفايم وتخرج تخدم أربع أيام يوقف الكور. فما بلدان فما بلدان مبرمجة مش تعمل مبرمجة مش تعمل حجر صحي شامل قبل في أوروبا فرنسا يحكيوا فرنسا في نويل قبل نويل مبرمجة مش تعمل في آخر نوفمبر حجر حجر صحي باش الناس عيادهم هما في ديسمبر باش الناس تعيد في أكثر أريحية. قلت لك في الشرق حتى إيطاليا لو رجعوا يحكيوا عنه كونفيرمون في الأردن عملوها كل الأردن عملوا الحجر هذا هذا دي مزور شنو معناها؟ احنا قلت لك منا تكوي ومنا تشوي باش اقتصاد نتاعنا معناها ما يزيدش يتهلها أكثر من كل لطف معناها متوضع ما دامنا ربي يلطف بينا الاقتصاد نتاعنا باش ما يزيكلش ضربة أخرى دونك نجموا نخدموا نخدموا ونكونوا على واعيين كونه يلزم نحميو ارواحنا ونحميو الناس بالكمامات بالجالي يلزم تقول لي مسؤوليه الدوله يلزم الدوله تعطي الكمامات للناس اللي ما تنجمش تشتريها للتلامذه والطلبه يلزم تعطيهم ولكن يلزم توفر العدد الكبير نتاع الكمامات وتوفرهم بسوم معقول مرفق. بسوم معقول يلزم الدوله تراقب احترام البروتوكولات الصحيه ويلزم الدوله تخلي وسائل النقل ما ترفعش 700 واحد ترفع بشويه وهذا ينجموا يدخلوا الكراء نتاع الراقده نتاع نتاع ليزاجونس دو فواياج ونتاع شركات النقل السياحيه اللي هي قاعده اللي هي قاعده تو علاش ما يستعملوهاش؟ علاش ما يستعملوهاش؟ علاش ما يستعملوهاش؟ خاطر يحكيوا على تباعد جسدي وعلى ميتر انا هو علاش تخدم فيا انا كموظف في دفتر خانه نجي الصباح ونجي العشيه علاش ما نجيش ان جور سور دو ونخدم اون جرون جورني ونروح؟ دونك تو الفو ايفيتي لي كونتاكت فما جدل بخصوص الاجراءات المتخذه والارتجاليه زاد في التست نتاع الشفاء ما عادش النقطه الثانيه مساله انه الفيروس بعد 10 ايام يصبح غير معدي في كلمه مجالش لانه مش الفيروس غير معدي الانسان كي تمشي عليه الاعراض بعد اربعه ولا خمسه ايام يعني ما عادش معدي وحتى بعد خمسه ايام ولا 10 ايام لا دقيقه المده بطولها كلها 10 ايام خمسه ايام بعد ما يفاول الاعراض والا 10 ايام من بداية الإصابة أعراض من بداية الإصابة ينجم يخرج من غير ما يعمل تيست من غير شك يلبس بافيت ما عادش إيه لا يلبس بافيت فما الحالات حتى كي نعملوا بي سي آر وقتها نفيق معناها يخرج بوزيتيف ولكن فيروس ميت مش حي به دكتور بقايا الفيروس معناتها في الجسد دي ديبري ميت نفسروها الجدل بخصوص المرض يعاود يمرض مازال أثبتت ولا مازال علمان والله مازال ما فماش أنا على كل حال في حدودي الصغيره نتاع المعرفه ما ريتش واحد مرض في الموجه الاولى وجا السبيطاري قال راني مرضت في مارس وعاود تو ما فماش ولكن فما زاد دراسات علميه ورات كون فما مناعه نتاع 8 شهور علاش 8 شهور على خاطر احنا نعرفوه عندنا 8 شهور وفما عملوا دراسات على الحيوان اعطوهم الفيروس وبراو وبعد رجعوا لهم ما مرضوش دونك فما مناعه المناعه مش تقعد على طول كيما الحسبه ولا كيما الجريب بالعام مازال ما نعرفوش فما مراكمه نتاع معرفه بشويه ولكن اهم حاجه اليوم يلزمنا نكونوا دون لونتيسيباسيون معناها استباق على مستوى استراتيجي ناسيونال وعلى مستوى الاستراتيجي على مستوى الجهات ولكن تبقى الوقايه الفرديه لازمه أساسية. ولكن غير كافيه نقول لك غير كافيه توا يلزم وقايه جماعيه الوقايه الجماعيه بدات فيها الحكومه وبدات فيها الجهات سي سيغ هي مراحل قد نوصلوا نهار احنا مشينا توا في رفع نسق في رفع نسق ودونك كي مش نوليو قبل الشهر كنا لا حديث على لا حضرة الجوال ولا غيره بشويه يمكن حتى مضيعين ما نظروش الاقتصاد وما نظروش الاقتصاد اللي بدا ولكن زاد الازمات الصحيه يلزمها فيها اولويات وهذه مسؤوليه الدولة. شكرا لك دكتور رفيق بوجداريه رئيس قسم الاستعجالي مستشفى عبد الرحمن مامي نشكرك برشا على حضوركم معنا نجم تاتي الاذاعات نتواصل ان شاء الله نمشي الى تقرير في عوده وملخص على اخر مستجدات الوضع الصحي ونعود لاستقبال ضيفنا النائب صاحبي سمره تضاعف وتسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في تونس منذ فتح الحدود يوم 27 من جوان الفارط وارتفاع عدد الإصابات وعدد الوفيات دفع عدد الولايات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها ولايات تونس الكبرى والتي اتخذت ليلة البارحة بصفة رسمية قرار حظر الجولان لمدة 14 يوم كما تمت المصادقة أثر اجتماع ولاة تونس الكبرى وممثلي لجان مجابهة الكوارث في تونس وأريانا ومنوبة وبن عروس على جملة من
القرارات نافذة المفعول، وهي كالآتي: دعوة كافة المواطنين وبكل إلحاح إلى عدم التنقل إلا عند الضرورة القصوى داخل أو خارج إقليم تونس الكبرى، إلزامية ارتداء الكمامة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة، ضمان انتظامية تزويد السوق بالمنتجات والمواد الأساسية، المحافظة على استمرارية نشاط المؤسسات الاقتصادية بالجهة مع تطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية، على أن تتولى هذه المؤسسات إسناد تراخيص للتنقل لمنظورها أثناء فترة حظر الجولات، ضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي مع تطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة بها، تعليق النشاط بالأسواق الأسبوعية، تعليق صلاة الجمعة، الاقتصار بالنسبة للمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم على بيع المأكولات والمشروبات المعدة للاستهلاك خارج المحل مع منع الاستهلاك على عين المكان ورفع الكراسي والطاولات. ومن جهة أخرى، أكدت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علي أن احترام الإجراءات الصحية هو الحل الوحيد لتفادي انتشار كورونا وتفاقم العدوى، وأوضحت أن تونس وصلت إلى هذه المرحلة الخطيرة من تفشي الوباء نتيجة عدم احترام إجراءات الوقاية. الحل في تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية بصرامة. اللي قاعدين نشوفوا فيه شنو؟ ما فماش تطبيق للإجراءات الوقائية، ما فماش تطبيق للبروتوكولات الصحية اللي تم وضعها. هذا وقد أكد وزير الصحة فوزي مهدي أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية وكل المتدخلين في مجال حفظ الأمن سيتم تطبيق كل الإجراءات بمختلف البروتوكولات الصحية، لا سيما في الأماكن العامة وفي المقاهي والمطاعم ودور العبادة، وسيتم اتخاذ إجراءات ردعية في حق كل من يتساهل مع تطبيق الإجراءات الوقائية، واعتبر أن دور المواطن وروح المسؤولية هي أعلى وأنجع من كل الإجراءات. وفي موضوع آخر، اتهم اليوم ابن أحد ضحايا فيروس كورونا بالمرسى بلدية المرسى برفض دفن جثة والده بعد ثبوت وفاته جراء الإصابة بفيروس كورونا، وقال الشاب أن العائلة اتصلت بالبلدية عدة مرات ولكنهم رفضوا الحضور وقاموا بتسليمهم صندوق الدفن وكيسا أسود وطلبوا منهم القيام بمراسم الدفن بمفرده. متوفي من البارح ما ساعتين متاع الليل بالكورونا، وعائلة كاملة هاي مطيشة أخويا، وجات البلدية شبعثونا بعثونا صندوق وعطونا الساشيل كحلة هذيك، قالوا لنا حطوه فيها وطاو نهزوا ندفنوه. الوضع الوبائي في تونس دقيق جدا ويحتاج إلى المزيد من اليقظة وأحكام تنفيذ الإجراءات الوقائية للسيطرة على انتشار الوباء، لذا يتطلب من كل المواطنين إدراك خطورة المرحلة الوبائية واحترام الإجراءات الوقائية لتخطي هذه الموجة. تعالى عن الناس ثقة برجليه، هي ما في بالها بحتى شيء في الحكاية. تسخي للطفلة ماتت. أنا زهرة كارا، عمري 13 سنة، كنت نعيش في قرية بعيدة قبل، جينا هنا وقت كان عمري 5 سنين. أنا اسمي ملك، وعشت هنا مع عائلتي 8 سنين في صغري، كانوا أحلى سنين في حياتي. زهرة، مش تدخل عروسة للدار هذه. ربي لا تعرسوني يا مون، تعرسوني يا مون. تعرفوا لي العادات هذه غلطة، وانتو ما تشلعوا للغلط بس من عادات، كان قتلوه ولدك خير. آخ صابرين، آخ اسمعني مليح يا رشد، بنتي ملاك راهو جات تقري في البلاد غادي عندكم، قولي لي تاش. كان ملاك قعدت غادي باش يجي نهار وتقابل بنتها وتعرف كل شيء. يا طول صبري على اللي شراني وباع، يا عمر اللي ضاع شبابي وصغري، لشكون نشكي جاني
ينجم يضر لي أختي حتى بكلمة. بابا مانيش بنتك يا أخي، راني مازلت صغيرة برشا. اهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في المشاهده، موصلين معكم في الجزء الثاني وعودة على اخر مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في بلادنا. سعيده جدا باستقبال النائب صاحبي ثمار. النائب مستقل ولا عن تحيه تونس ولا عن قلب تونس؟ يا بنتي نائب مستقل يهديكم ربي، ايش بيك؟ هاو قالوا التحق بتحيه تونس. التحقت بحد يهديك ربي، يا الكل انتوا التحقوا بي انا، اصبروا عليا شويه. جاتك بعض اغراءات صاحبي ثمار؟ اغراءات ماديا نحكي ماديا، فما ميركاتو شفناه شنو؟ ما نقبلش نقاش. شفنا ميركاتو. اقبلوا نقاش هذه المسائل نهائيا، ما هم يعرفوا طبيعتي الاخوان زملاء في البرلمان ولا حتى في المكونات السياسيه. العمل داخل كتله ما يستهويكش؟ والله ماني كنت في كتله، دونك تصورات تختلف. هما الحقيقه كل محبه واحترام ليهم لخيان في اختلاف الكرامه، لكن التصورات تختلف واسلوب العمل يختلف. وانت عشت معنا تجربه في، انا كنت في شباب الشراكه الديمقراطي تعرف، دونك ما تفهمنيش خرجت بكل ود دون نخسر محبتهم. وكاو يعني ما تشوفش روحك صاحبي سمار اليوم في حتى كتله من الكتل الموجوده حاليا تحت خطه البرلمان؟ والله مبدئيا انا عندي انتقادات للوغوس، يعني للعقل المنتج للفعل السياسي في البلاد الكل. هاك تشوف تنظيمات سياسية كيفاش تبنى وكيفاش تتفرق. اليوم يلزمنا نراجعوا كيفاش طرق بناء المشروع السياسي. مشروع سياسي 4,600,000 أو 800,000 شاب مخرجها من برا على الهامش، ويبني فيه تجارب معناها فوقية ذات طابع نخبوي، وهذايا ما أفقد العمل السياسي انتمائه وارتباطه العضوي بمشاكل الناس. ولكن المسألة اليوم تجاوزت حتى العمل السياسي داخل الأحزاب، ولا الرهان اليوم على إنقاذ البلاد بغير السياسيين، يعني بغير المتحزبين. صاحبي سمعنا يعني اليوم الرهان على أساس وأنه شي خارج البلاد من الأزمة الاقتصادية، من الأزمة الاجتماعية، من الأزمة الصحية اللي نعيشوها. لا لا، حكومة التكنوقراط. لا مش شوف، ثم فرق بين ان نعملوا تصور سياسي وبعد نبنيوا مؤسسه سياسيه التي يجب ان تكون بالضروره اما حركه او حزب او جبهه، وبين انه نتكلموا على نظريات مبتوره نتاع انجازات لمشاريع سياسيه هلاميه. الحكومه نتاع التكنوقراط تنجم تكون موجوده لكن في ظل وضع سياسي ومؤسسات حزبيه تقوم بدورها على اكمل وجه. اليوم فما ضرورة لمراجعة 10 سنوات من الحرية والديمقراطية في تونس من أجل تصويب مسارها لتصبح ديمقراطية منجة وليست عقيمة، ديمقراطية منجة لفعل تغييري وليس لفعل ترتيبي، ديمقراطية منجة لثروات ومنظمة لها وقادرة على وضع مؤسسات تتولى توزيع هذه الثروات بطريقة عادلة بين الجهات والفئات، وتوفر بذلك كرامة الإنسان واستقراره وارتباطه المواطني وانتمائه الوطني. يعني اليوم بحكومة غير حزبية صعيب وأنه تمشي بعيد. مثلا كنا نحكي وكان قاعد في بلاستيك رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمن مامي، نتحدث اليوم على حرب من الحروب اللي نخوضوها، هذية الحرب ضد الوباء هذية العالمي. فما برشا انتقادات للإجراءات التي يتم اتخاذها، ها في سوسة تتخذ بعض الإجراءات وبعد تتراجع وبعد يبطلوا، ها وزير الصحة يصرح ويقول لا هذاك اتخذ قرار أحادي الجانب من قبل ولاية سوسة، ها والنقابات قالت ارجع. يعني اليوم فما قائد لهذه الحرب؟ حكومة بداية عمل الحكومة مشيش كيفاش تقيمها زعما سمار؟ مش فقط في الكورونا، هذا هو السؤال، هذا في التعامل مع عديد الملفات الحق والواضحه، راهو الواضحه كيما الكامور وكيما فوسفات قفصه وكيما مثلا الكورونا، هذوما ثلاثه ملفات واضحين. هذا هو السؤال الاهم في اللحظه هذه. الحكومه هذه كي جات توا عندها شهر واقل من اسبوع، يعني اقل من 5 اسابيع، ما نجموش نلوموا على النتائج، لكن من حقنا ان نتساءل عن الاستعداد للقيام بعمل سنصل فيما بعد به إلى نتائج. لأنه إذا كان الانطلاقات تكون خاطئة فالمآلات ستكون فيها الكثير من الخطأ والنتائج السلبية.
انا نعتقد انه فما جزء كبير من الحكومه هذه تقريبا ينجموا يكونوا جيران بهين كما يقول محمد الحامدي معناها. واذا كان باش يستمر الامر كما هكا مش تولي هذه حكومه حسن الجوار. معناها حاله نتاع انفصام. اليوم المعالجه الترتيبيه الاولى لقضيه كورونا كان لابد لها ان ترجع الى الاستراتيجيه الخاطئه اللي مارستها حكومه الياس الفخفاخ. الخاطئه؟ نعم، استراتيجيه احنا لومنا عليها، لكن جوبهنا برفض كبير واتهمنا باننا جهويين. انا نتفكر انه وقت اللي جاوا المجموعه اللي اشرفت على وضع الاستراتيجيه فيما يخص ازمه كورونا او وباء كورونا وضعت سته او سبعه مناطق لتجهيزها، يعني مستشفيات سته او سبعه مستشفيات لتجهيزها لاستيعاب التحاليل والمرضى. قلنا راهو الوباء هذا ينجم يطول، ما نعرفوش عليه قداش ينجم يقعد، وقلنا انه موجود في جميع انحاء الجمهوريه. كيف تضبط استراتيجيه وطنيه لمجابهه وباء كورونا اضبطها في ال 24 ولايه، وفر الاستحقاقات من التجهيزات الضروريه والموارد البشريه في ال 24 ولايه، ولن تخسر في ذلك لانه التجهيزات هذه مش تبقى لك على طوال، والموارد البشريه مش تبقى لك على طوال. قلنا راهو ما دامكم خذيتوا 6500 مليار في اطار قروض، فعلى الاقل هاتوا نرموا القطاع الصحي المنهار فرصه اللي تخرب. لكن هم اختاروا انه يكونوا سته او سبعه مناطق فقط تستقبل المرضى وتقوم بالتحاليل. بالنتيجه اليوم الاسبوع اللي فات عملت اللجنه الطبيه في القيروان، اللجنه الجهويه الطبيه في القيروان تقييمها، عندنا اكثر من 800 تحليل مشى منذ اسابيع الى المستشفى العسكري ما جاوبوناش عليه. مستشفى سهلول ما عادش مستعد يقبل التحاليل، ومستشفى فرحات حشاد ما عادش يقبل التحاليل. تاع القروان تاع هما بيديهم عندهم سيرشارج. احنا عندنا 8 شهور من اللي بدات ازمه كورونا نطالبوا بوحده كوفيد. المطالب والمراسلات ورا بعضها، وحده كوفيد. يعني تجهيزاتها في بكلها ما توصلش 600 700 الف دينار. ما عطوناش. قالوا لنا برا وهاني صاله الباسكيت تاع المرحوم عزيز ميلاد اعملوها وحده كوفيد تو نجيو نجهزوها. دهلنا الصاله وسيقناها ولتو نستنوا. يعني وقت اللي تتعامل مع ولايه كما القيروان فيها 750 الف مواطن بشر من غير ما عندها حد ادنى من التجهيزات، القروان كامله فيها دور ريانيماتور واحد دو ميتسان غير ريانيماتور، زوز اطباء انعاش. نسمع في جندوبه ما فماش بيولوجيست واحد المشرف على المخبر نتاع التحاليل الدكتور ياسين شابوني، نوجه له تحيه من هنا. مرهق جدا وحده يعمل في التحاليل. الرياكتيف يجينا كان معناها بوقت طويل بالضغط وبربي يجيبوا لنا الرياكتيف. يعني المستشفيات المحليه خراب، فما مستشفيات محليه ما فيهاش اكل عربه اللي تحط عليها الدواء والقطن. مستشفيات محليه ما فيهاش سرير تمد عليه المريض، ما فماش سرير يولدوا عليه المرار. المستشفى المحلي بيبو حاجله اللي يحب يولي مستشفى جهوي ما فيش سرير تولد عليه المراه، الكراهه بعمرها 40 سنه و30 سنه، الوسلاتيه كيف كيف، عين جلوله كيف كيف، حاجب العيون كيف كيف، الاعلى وخصوصا الاعلى حاله نتاع خراب. وين تحبوا تمشوا؟ اذا اليوم انت جاتك فرصه نتاع وباء باش تستثمرها في توسيع دائره علاقاتك الخارجيه لاستجلاب دعم جيب من الدول القويه على مدى طويل، علاش ما قمتش بهذا الدور؟ علاش وقت اللي خذيت انت تو تنتقد الحكومه، فمشكون يقول لك هذا ايضا من دور رئيس الجمهوريه زاده؟ الاداره والدوله، الاستمراريه نتاع الاداره والدوله، الحكومات هذه تمشي وتجي، لكن وقت اللي نحن نحطوا استراتيجيه نحطوها على اساس علمي، ما نجيوش نحطوها معناها بمنطق نتاع دز تو تخطف، هذا غلط. اللي حتى منطق صاحبي سمارة حتى المنطق نتاع الحكومات تمشي وتجي ماهوش منطق صحيح. خاطر زاد الحكومات مش يلزمها كيما دخلت كيما تخرج، بير ساعات تخرج تخليها خراب اكثر من اللي دخلت القاعده. لم يحاسب احد. شوف هذه حكومات عندها 10 سنين تنعم بمناخ من الديمقراطيه وبحاله من الصبر غير المسبوق من قبل الشعب التونسي على مستحقاته الاقتصاديه والاجتماعيه، ورغم ذلك اخطات بل واجرمت في الكثير من الاحيان ولم تحاسب. انا نقول لك يوسف الشاهد جال القروان اعطاه 88 وعد تقريبا تحققوا منه 4 أو 5 وعود. أنا نعطيك مثال، المستشفى الجهوي صنف باء في بوحاجلة 85% وخياني هذايا تم إنجاز 85% من البنية. 15% مش عندكم وعود نتاع زوز مستشفيات توا اللي باش تعملوا واحد في السعودية واحد حفوز؟ لا
ثلاث نحكي لك على الجهه ويصنف بها حفوز حاج بلعيون وبو حجله. بو حجله وصل 85% بناء، ناقصته مليار و200 وزاره الماليه صبت لنا 100 مليون. يعني مستشفى جهوي باش يجيب لك منزل المهيري نصر الله شراردة وبو حجله وجزء من هبيره، يعني اكثر من 200 الف ساكن باش يجيوك. انا ما نحبش فقط باش نعطي فرصه للولايات الاخرى، زاد زعما ما نحبش يقع الاحتكار الحديث على القروان برك، راه بلاش حس على القروان، معناها تحيه للقروان، القروان اللي راهو اللي في القروان. انا ناكد لك انه ينسحب على بيجا وعلى جندو، مش فقط على المناطق الداخليه، امشي لبنزرت، بنزرت هي على 50 كيلومتر على تونس العاصمه ولوتوروت. خريطه تونس فيها مستشفيات الجامعيه، كان تو انا كنت ربما سبقني الاستثمار منذ حين اللي كنت باش نقول ربما في جزء كبير منه قالوا هاي خريطه تونس، كان ركزوا عليها وكل شيء باش يشوفوا هاي فين المستشفيات الجامعيه اللي نحكيوا عليها، نحكيوا على الدوله الوطنيه باش يشوفوا على البحر كلها في الساحل، ها كلها من تونس حتى لصفاقس كلها والباقي الكل. هناك سبع ولايات تستأثر بالمستشفيات الجامعيه و17 ولايه مصيرها بين الموت والحياه امر لا يعنيها الدوله الوطنيه. هذا لازم يتقال. نحن ديما نقولوا لا واستثمرنا في الصحه ونحن والتلقيح، التلقيح منع شكون؟ انا الجهات استاثرت، راهو الكلام لازم نقولوه، علاش نكذبوا على رواحنا؟ اليوم علاش يا سيدي بخلاف هذا بخلاف المنطق هذايا، اليوم علاش نمشوا لبعيد؟ هاو نعملوا توا زياره ميدانيه للاستعجالي في الرابطه. هذا نمشيو نشوفوه توا. مآسي مآسي. كلش علينا رواندا فاتتنا البلدان الاقصى، البلدان اللي كانت متخلفه في كل على شيء في الاوساخ في الدواء وفي السانيتير وفي كل شيء. ناس ما عندهاش باش يخدموا الاطباء والفرامل باش يخدموا. حاله حليله حاله حليله. نمشيو معناها الاستعجالي نتاع نيكول والجمريانا لهنا محمود الماطري ولا معناها القصاب، نمشيو نشوف. هذا هذه تونس العاصمه. ما نحكيش اليوم على الكيف، ما نحكيش على جندوبه، ما نحكيش على القروان، ما نحكيش على سيدي بوزيد، ما نحكيش على القصرين، ما نحكيش على قفصه، اللي لليوم اذا يصير فيهم حاله كذا نقعد نفرشوا ونمشيوا لصفاقس ونمشيوا لسوسه والمستير، لانه سوسه والمستير وغيرها والمناطق هذه ملتحمه ببعضها، تلقى فيها ما يقارب سبعه مع تونس وسوسه والمستير والمهديه وصفاقس كلها سبعه وثمانيه مستشفيات جامعيه، يعني في سبع ولايات فقط. هذه احصائيات مش بنجيبوا عادنا مروسنا، معناها اللي يمرض اليوم في اقصى الجنوب في الشمال الغربي يلزموا يلتحق، معناها باش يمشي يشوف باش يحلل في مستشفى جامعي ويمشي يداوي في مستشفى جامعي، بينما المستشفيات اللي عنده كلها بيغ راهو في ازمه كما اللي نعيشوها اليوم، كما كان يحكي لك صاحبي ساعات معناها تحقق هي بدها تطيح في السيشارج ما عادش تقبل البراني بطبيعه الحال، لانه هي بدها تزز اللي عندها حتى تكمل اللي عندها، حتى اليوم تعمل اوتوسيفيزونس اللي عندها اليوم. شوف هذا الكل مربوط، الكل مربوط ببعضه. نرجع للكلام اللي قاله معناها صاحبي سماره منذ حين في حكايه الحكومه اليوم والحكومه والحكومه، تعرف شنو انا اش نقول؟ قلتها ونعاود نقولها اليوم. اكبر هديه قدمها رئيس الدوله للاحزاب السياسيه هي الحكومه هذه، دخلهم في الربح خرجهم من الخساره. اليوم حكومه ما تفهمهاش، رغم انه قاعد يحاول ان شاء الله تنجح ويزم كل الدعم ليها باش تنجح، مع معناها بالنسبه ليها الوزراء معناها موجودين ما همش متسيسين الى اخره، نحن نتمناه وتنجح وندعموها الكل باش تنجح. لكن شكون باش يحاسبها اليوم؟ كان نجحت ما ثم شكون يحاسبها؟ كان ما نجحتش شكون باش يحاسبها اليوم؟ راهو المحاسبه لا تكون الى الحكومات التي لا تكون معناها مؤسسه على احزاب سياسيه وتستند الى احزاب سياسيه قويه. سينو علاش نعمل في انتخابات انا؟ علاش نصرف فيها ليزي والمليارات والدنيا الكل؟ علاش نصرف فيها في الحياه السياسيه؟ حتى التكنوقراطيه تيجي اليوم رئيس الجمهوريه كلف بعض السياسيين ومش حتى سياسيين، طاقات وكوادر كذا، حط هذا وزير هنا وزير غادي وزير غادي ونقعدوا نتفرجوا، والاحزاب السياسيه تقعد كيما الديكه في بعضها تتعارك ولا كذا، ولا هاكا عندك مجلس مجلس الشعب. راهو منطق غالط اللي عايشين وعايشين في منطق غالط، منطق سياسي مغلوط لا يعكس المنطق السياسي الصحيح في علم السياسه وفي التجارب السياسيه وفي كل شيء. نعم. ما يمكنش يكون بهذا الشكل. محمد حمروني اليوم ينجم يقول لك المنطق اللي جاب به رئيس الحكومه، يقول لك انا من الاول قلت لكم في الجلسه نتاع منحى الثيق، انا قلت لكم راهو جاي باش نوقف النزيف نتاع الماليه العموميه ونتاع الاقتصاد اللي قاعد يعيش الاقتصاد الوطني. يقول لك انا لقيت خويا ورثه كبيره، انا لا يزيني الحرب نتاع الكورونا هذه
لا يزي الملفات الحالة فيما لا يزي إنتاج متوقف في, 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 في الكامور، لا يزي الإنتاج متوقف في الفوسفات. وصلنا نوردوا في الفوسفات بعد ما كنا خامس دولة تقريبا في الإنتاج الخامسة في 2010. قولك زادة اليوم من جهة أخرى ممكن تقولوا الدولة اللي تحترم نفسها تحترم تعهداتها زادة في إطار استمرارية الدولة واستمرارية الإدارة اللي وعدت به الحكومة اللي فاتت يلزم الحكومة اللي جاتها. يعني أنا اليوم مطالب باش أني نلتزم مع الاتحاد العام التونسي للشغل ونزيد الإزادات في الوظيفة العمومية، نلتزم مع الكامور ونطبق الاتفاق نتاع الكامور، هيك باش يزيد يستنزف لي المالية العمومية هنا. منين تحبوني نعمل إصلاحات؟ يعني أنا في اعتقادي رئيس الحكومة رغم الوضعية الصعبة هو كشخص يعني أعتقد أنه عنده إمكانية كبيرة للنجاح. علاش؟ لأنه يعني وارث تركة أولا مش محسوب عليه، مش هو المسؤول عليه. طبعا كي باش نحاسبوه ماهوش هو المسؤول مثلا على الوضعية متاع الكورونا في البلاد. الناس اللي حلت الحدود والناس اللي تسهلت في الإجراءات هي المسؤولة، كذلك الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. دونك هو خذا كأنه خذا فريق يعني تعب على الأخر، بحيث أي إنجاز يعمله سيحسب له، وفما إمكانية كبيرة أن يحقق بعض الإنجازات. دونك رئيس الحكومة لن نحاسبه على التركة اللي ورث، عارفين اللي هو ماهوش مسؤول عليه، سنحاسبه من يوم اللي خذا رئيس الحكومة. هناك استمرارية سي محمد، هناك استمرارية مش تحكي، هناك تعهدات، هناك تعهدات راهو هي ستعيقه هو عن تنفيذي حتى اعتقادي. خلي كامل خلي قال نحن ندرك ذلك، وهذا كان الكلام كان تقول فيه إيمان تاع استمرارية الدولة. فما التزامات مع اتحاد الشغل والتزامات في الكامور وغيرها، احنا ماخذين هذا في الاعتبار وعارفين اللي هذا سيشكل عائق إضافي ليه، ولكن نحن ننتظر منه كذلك انه مش زاده باش يتحجج بالوضعيه اللي ورثها وبالالتزامات نتاع الدوله باش ما يعمل حتى شيء. قلت فما امكانيه كبيره انه يعمل وانه ينجز، واي انجاز يحقه سيحسب له ويحسب لفريقه الحكومي. المشكله اليوم هل هو كتكنوقراط جاء، هل يمكن فعلا انه يعمل حاجه كبيره في البلاد ويعمل نقله كبيره في البلاد؟ اقصى ما يمكن يعمله هو انه كما قال هو الحد من الخسائر، وباش يشتغل كطفاية حرائق يعني تشتعل هنا طفي غاديك حد شويه من كورونا الكونفينمون واش نعملوا فيه الى اخره. ولكن البلدان لابد لها من مشروع سياسي، لابد لها من رؤيه. التكنوقراط ما عندوش رؤيه، ما عندوش مشروع ينفذ، ما ينجمش يكون هو صاحب مشروع وصاحب رؤيه. والدول ماهيش لا تسير هكذا، يعني لابد لها من مشروع وطني. ولكن اللي برر خيار التكنوقراط في الحكم اليوم محمد حامروني، نقول لك هنا قراءته، نقول لك هي حكمه الاحزاب 10 سنين شعب، وهذا هذا اللي جايين لازمه العقل السياسي اللي حكى عليه صاحبي. ازمه العقل السياسي في تونس لازمنا هذه زاده نفهموها شويه، شنو هو العقل السياسي؟ وين الازمه نتاعو؟ لازمه قيم، ازمه اخلاق، ازمه مشاريع، ازمه رؤى. ايه ازمه الحكم هذه؟ يلزم كلام عام، يلزم واحد يبسطوا شويه باش يفهم وين الازمه بالحق. احنا عندنا مشكله صحيح، ولكن فما خطر كبير، يعني فما ناس تحب تهرب بينا الى مربع خطير جدا، وتولي المشكله في الحريه والديمقراطيه. تولي الحريه والديمقراطيه مشكله في البلاد وأزمة في البلاد وعائق أمام التنمية وأمام النهوض الاقتصادي والاجتماعي اللي جابتهم الثورة. هذوما مشكلة وهما العائق. شنو هو الحل؟ معناتها انديريكتومون يقول لك معناتها نرجع إلى مربعات الاستبداد. هذا كلام خطير. الحرية والديمقراطية عمرها ما كانت مشكلة. المشكلة في اللي يدير في الوضع في البلاد، المشكلة في نحن، المشكلة في السياسيين، المشكلة فينا كل، ربما كمجتمع مدني كتوانسة كذا احنا المشكلة. عمرها ما كانت الحرية مشكلة وعمرها ما كانت الديمقراطية مشكلة. مأساة كبرى انه يوم من الايام يجي واحد باش يقنعنا انه الحرية مشكلة والديمقراطية مشكلة، معناتها نرجعوا للاستبداد والاستعباد يكون افضل. المشكلة في اعتقادي اننا لما قامت الثورة لم يكن لدينا مشروع وطني وزعامة وطنية قادرة تقود هذا المشروع. بورقيبة بعد الاستقلال خاض صراعات مع خصومه ما علينا فيهم، فما شكون يقول صفيهم، ولكن المهم بعد رسم مشروعا وطنيا للبلاد. هذا المشروع الوطني مش تاع نهار واثنين، رسم مشروع تاع 40 و50 سنة واستغل عليه. هكذا الدول تمشي، ما تمشيش يعني نجير با معناتها اليومي. دول لابد لها من مشاريع تسير عليها، مشروع وطني كبير. احنا عندنا ازمه مشروع وطني بعد الثوره. كان المفروض انه الاحزاب السياسيه
اللي جات بعد الثورة تثني الركبة من أجل بناء المشروع الوطني ويكون عندها عقل سياسي حقيقة راقي، إلا أنها للأسف الشديد انخرطت في الصراعات الحزبية والمناكفات ولم تخرج من مجال الصراعات الإيديولوجية حتى انتهى بنا الوضع إلى ما نحن عليه الآن. في المقابل صاحب إسماعيل النجم يقول لك اليوم الحديث يمكن اللي تحكيوا فيهاكم أنتم كأحزاب اليوم كسياسيين موجودين تحت قبة البرلمان، هذا لا ينفي ذاك، بمعنى وأنه اليوم كنتوا تنجموا تقوموا أنتم زادة بدور كبير. اليوم فما شكون مثلا ينتقد يقول لك النظام السياسي هذا ما مشاش، فما شكون يقول لك لا المشكلة مش في النظام السياسي، المشكلة وأن النظام السياسي ما وصلناش جربناه، لأنه بقية الركائز والدعائم تاع النظام السياسي وأولها المحكمة الدستورية لليوم يا رسول الله النصاب مش مكتمل، وكاينا باش نزيدوا نعديو دورة برلمانية أخرى مش باش نعملوا فيها المحكمة الإدارية. اليوم يقول لك الناس الكل واعية، راهو كان جا عندنا قانون انتخابي آخر لن يفرز نفس المشهد، راهي الناس الكل مشات في حال البرلمان. أنتوما اليوم تنجموا تقوموا بتنقيح القانون الانتخابي. اليوم في فرنسا صاحبي سمارة فما وزيرة الصحة غير كي أول ما خرج الفيروس تحكي على أساس وأنه ليه هذا في وان مش باش يجينا في فرنسا وغيره. اليوم تحاكم وزيرة الصحة اللي في فرنسا هذي على خاطر غلطة شعبها وغلطة حكومتها أي وحملت يحملوا في المسؤولية. يعني اليوم حتى كحزب سياسي موجودين تحت قبة البرلمان وكسياسيين عندكم برشا ما تعملوه. شوف أنا ما الحقيقة مانيش مقتنع بالمنظومة الحزبية القائمة، كما حكيت لك في أول ما تكلمنا لابد من تجاوز هذه الوسائل التقليدية من توزيع طريقة الحكم أو توزيع الحكم. إذا اليوم وأنا سبق وقلت إذا اليوم ما نوصلوش نعملوا اتفاق ترافايون بار اوبجيكتيف، العمل على تحقيق أهداف تلتزم بها كل القوى السياسية على مدى 3 سنوات أو 4 سنوات ومن بعد ترجع تمشي تعمل حملاتها الانتخابية على رواحها، فإنه لن ننجح في تأمين بقاء واستمرار حالة الاستقرار في الدولة. اليوم فما حالة من الاحتقان غير مرصودة كما يجب، لكن التعامل معها أصبح خطير. أي نشاط احتجاجي ولا فما تعامل أمني معه، وهذا ننبه له. رغم التوانسة ملاكة ما همش كرية وراهم مواطنين أصحاب حق، وراهم كيلوموا على الإدارة وعلى الدولة وعلى المسؤولين، لأنه هالإدارة والدولة والمسؤولين لم يقوموا بواجبهم. اليوم عندنا نسبة كبيرة من الناس اللي ما عادتش عارفة روحها كيفاش بشتاكل ومنين بشتاكل وكيفاش بشتعيش. اليوم ما عملناش حتى مشروع استثماري ذو قيمة، بل ما عملناش حتى مشروع استثماري. اليوم طريقتنا في إدارة الاقتصاد ما زالت متخلفة. نحن عندنا نظام حكم ديمقراطي ليبرالي وإدارة شيوعية عمرها ما تصير. وقت اللي يجي مشروع ب 700 مليون دولار في الطاقة البديلة طاقة الرياح من 2013 موافق عليه الحكومة وعمل بروتوكول ومن بعد يناوروا به ويخرجوه، وقت اللي مؤسسات عمومية ولت توزن مع الدولة وتبلوكي فيها هذا راه خطر. وقت اللي موظفين في وسط إدارات يشرفوا على تقديم خدمات للمواطنين في السناد وفي الستيج وفي غيره يستعصون على القانون ومن ذوش واجبهم راه خطر. اليوم كل هذا خطر الدولة ضعيف مؤشر على ضعف الدولة ساسيفري. لكن هاو نقول لك كيفية التجاوز موكولة للسياسيين، هما اللي يلزمهم يعملوا خارطة الطريق باتفاق وتواطؤ وطني نبيل. هاتوا نتفاهموا نحو الكاسكيت بوليتيك الكاسكيت بتاع السياسة نحيوها ونعملوا مشاريع وأهداف وطنية نرسموها نمشيوا لها ونلتزموا به 36 شهر ماهيش باش تقلق حتى حد. بعد خذوا 2024 أعملوا فيه حملتكم الانتخابية وأساسا كنصيحة راجعوا أدائكم السياسي، راجعوا هيكلتكم الحزبية، راجعوا تعاملكم مع مختلف فئات المجتمع وخصوصا شريحة الشباب. شوفي مان البلاد هذه من السبعينات تلعب كان على الكارت نتاع السياح، تقول كان ندخل في العملة الصعبة من السياح. كملت انخرطت في مسار برشلونة وتحرير التجارة لدرجة أني هي بيدها عملت عملية انتحار في الصناعات الحرفية قضت عليها في النسيج ومن بعد كملت انتحرت صناعيا تماما. اليوم البلاد هذه فيها جميع الثروات بأنواعها، ما خدمتش حتى مجهود جدي من الدولة لتعويض هذه الأزمة اللي تمر بها السياحة بإني تمشي تعمل ضخ متاع استثمار في القطاع الفلاحي، وهذا مهم لأنه القطاع الفلاحي تنجم تصدر منه الثروات الوطنية، توفر به كم هائل من مواطن شغل ودخل به عملة صعبة للدول الأفريقية والأوروبية. اثنين البلاد هذه ما مشتش في حتى مشروع في الطاقة البديلة،
يعملوا بها حملة انتخابية الطاقة البديلة ويرخوا. راهو إدارة الدول ليست حملات انتخابية مستمرة، راهو مصير شعب ومجتمع وأجيال. اليوم البلاد هذه في رقمنة الإدارة، فما إدارات فيها 50 بشر يوصلوا بالستة شهور ما يكتبوش ورقة، مراسلات ما بيناتهم من بيرو لبيرو وإلا من إدارة لإدارة فرعية أخرى تتم عبر السيارة الانترنت. ويني راهو ماهوش معقول هذا، هي طرفة الحكومة يعني بالمايليك تحويل حياة الناس إلى عملية تجارية سياسية، وحياة مجتمع كامل إلى عملية تسويقية ذات طابع أناني وذات منطق نرجسي. أنا راني صحيح إيه أنا الحزب الأقوى، تحكي على المشروع الوطني في ظل خلافات ولات على مرأة ومسعى من الجميع بين رؤسي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ثم جيل كشران أنيبه، أعطوه الزطلة ما نفعت، أعطوه الأحرابش ما نفعت، دقدقوه بكل أشكال الإدمان والانحراف، وجهوه بتلفزيات الدعارة وتلفزيون الواقع اللي يخلق في الأزمة، وجهوه بموسيقى يعني متاع انهيار ميلودرامي. لا وشي منفع فيه لحد الآن يطرح في السؤال مستقبل بلادي وينه وكيفاش باش يقدم. لا وين تشوفيه الشباب هذا موجود الشباب هذا هاكم يستوعبوا فيه في الملاعب الرياضية، لكن بالرغم من ذلك يطرح في الأسئلة. اليوم عندك في كل بلاصة في كل دار فما على الأقل زوز خريجي جامعة بطالة. السؤال هذا يطرح، هم مسؤولية من؟ مسؤولية من؟ أنت تمشي كشاب متخرج تمشي للبي تي اس تطلب منه كريدي وتعطيه لي تو دو بروجي، تضرب ستة شهور باش تاخذ ريبونس، كيف يعطيك كريدي يقسمه لك على زوز؟ وعندي الحالات في القروان ونبهت في كثير من المرات لكونه البنك التونسي للتضامن في القيروان أصبح عالة على تشغيل الناس، أصبح يعني جزء من الأشياء اللي تعرقل توفير مواطن الشغل والدفع على المبادرة الخاصة. ومش كان غادي تمشي أنت خريج جامعة يطلبوا منك ضمان باش يعطيوك كريدي تعمل مشروع 150 مليون، ما معنى أنه هو بطال وجاي يعمل مشروع تطلب منه كريدي؟ كيفاش تفكر هذه الإدارة التي تسير الدولة كيف تفكر؟ هذا هو السؤال. اليوم هذا الجيل مستعد لتجاوز هذه الدولة بكل مكوناتها السياسية بكل ثقافاتها الرجعية وبكل منطقها. متفائل كأنه من الشبحقية في تونس. فريد نصر سي تغيبو اللي قاعد يقول فيه حلم سامو رابيل حلم لا ريبوبليك دو بلاتون هكا سي ان بو يوتوبيك مدينة الفاضل. شوف صاحبي أنا نحترم اللي قاعد تقول فيه ونحبه محليه كلام كما هذايا، معناها هكا يرجع لنا الروح ويرجع لنا الحاجات الجميله في البلاد، لكن هل انه هذا هو الواقع اللي نعيشوه ولا لا؟ بالضبط. اليوم ثم الاحزاب السياسيه، حتى كان ما عادش نحكيو على الاحزاب السياسيه بالمنطق الايديولوجي الارثوذكسي القديم، شيوعيه، احزاب قوميه نصيريه، احزاب اخوانيه، احزاب اسلام سياسي، غيره غيره. ولينا حتى نتجاوزوا هذا، ولينا اصبح نتحدث عن منطق الحزب السياسي الذي يهيئ للحكم للسلطه. ينجم يعيش ويتكون حزب سياسي في مدى عامين او ثلاثه بدون خلفيه ايديولوجيه كبيره، احزاب ما تسمى باحزاب السلطه، وهذا موجود نلقاه حتى في اعتى الديمقراطيات اليوم، ولات هناك احزاب جديده تظهر جديده وتمارس السلطه. لكن فرق بين اللي قاعدين نقولوا فيه وفرق بين انه انت قاعد تحكي من داخل هالمشروع من داخل البرنامج، من يؤسس لهذا البرنامج؟ الحكومه هذه باش تطبق انا برنامج، برنامجها هي، هل اتفقت مع شكون اتفقت باش تعمل برنامج؟ وهل هناك برنامج ام نحن في غياب برنامج اجتماعي اقتصادي سياسي قاعدين نعيشوا فيه؟ اليوم حكومه المشيشي اللي نتمناو لها ديما نقولوا انها ان شاء الله تنجح ونوفروا لها ونحبوا نوفروا لها باش تنجح وتقدم القدام، ماذا ستطبق؟ حكومة تكنوقراط راه في كل الدنيا جاءت في التاريخ العلم السياسي، جيها الحكومات هذه في أزمات في أزمات سياسية، ولكن تبقى دائما تنفذ برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية لأحزاب موجودة ووقع ترشيحها للحكم. أما أن نتحدث اليوم عن حكومة لا ماهية لها، ما عندهاش لا ماهية سياسية لا ماهية إيديولوجية، معناها ناس أشخاص جينا حتى نوم باش يتبقوا. طيب نجم نتجاوز الأحزاب السياسية ونحط اليوم حكومة فيها أفراد فيها وزراء فيها أعضاء حكومة، لكن هذه الحكومة في ظل حتى في ظل السلطة التنفيذية هناك انشقاق كبير حتى في السلطة التنفيذية بين رأسي السلطة التنفيذية بين رئاسة الجمهورية وبين الحكومة هذه.
انا هو البرنامج باش نتبقوا. رئيس الجمهوريه يقول لك انا مني مني نقرا. رئيس الحكومه يحب يخدم ويحب يطبق برامجه. اليوم ديليني دو ديماركاسيون ماهيش واضحه بين هذا وذاك. اليوم حكومه مشيشي ما هو البرنامج الذي ستنفذه؟ هل انه جلست مع احزاب سياسيه، جلست مع حكومه، شكون حضر لها حتى البرنامج تاعو مش واضح شكون اللي حضرها؟ انت قاعد تحكي اللي تحكي فيه صحيح، لكن انت تحكي من الداخل. انا نحكي اليوم كي نحط حكومه امامي، نحط برنامج سياسي، برنامج اقتصادي، برنامج اجتماعي، نجتمع معي اما مع الفاعلين السياسيين في البلاد هذه. كان نحبوا ننهضوا ببلادنا يجب ان تكون هناك معناها كومبليسيتي حتى بين في 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 داخل السلطه التنفيذيه، بالاضافه الى انه حتى الاحزاب السياسيه اللي هي ما تحطتش يا سيدي ماهيش ممثله في الحكومه هذه تكون تحضر هي وتشارك في برنامج سياسي اللي هي الحكومه اللي نسميها حكومه التكنوقراط هي اللي باش تبقوا. اما اليوم راه ما عندناش برنامج، عايشين لو جوغ وجوغ سور لو بلون بوليتيك، قاعدين سياسه كل يوم ونهاروا، كل يوم معناها كيفاش نقولوها نحن بالدرجه كل نهار وقسموا. ما هكذا تدار معنا السياسه في البلدان، مش بالشكل هذا، هذا نتاع هوايه، هذا نتاع انتحار سياسي نعتقد. انه اليوم حتى الاحزاب السياسيه يجب ان يفو لي زامبليكي ندخلوهم اليوم على ذكر حتى اذا ما تحكمش يا خويا هات نتفق نرجع للكلام بالله دقيقه بالك ايمان نرجع للكلام اللي قلته انت نكونوا فاعلين بدون ان نحكموا يا سيدي نجلسوا الكل مع احزاب سياسيه اللي ماهيش تحكم واللي ترشحت وربحت في الانتخابات يا سيدي نقولوا اليوم ثم ازمه في البلاد ازمه صحيه ازمه سياسيه ازمه اقتصاديه ونتجاوزوا منطق الحزب السياسي اللي يجب ان تكون الحكومه منيانا اليوم ايش نقولوا؟ نقولوا هات نجلسوا على كلمه سواء نجيو على الاقل نتجاوزوا الانانيه السياسيه ما دامي انت موجود كحزب سياسي انا باش نعارضك لانك انت كحزب سياسي ما عادش ننظر للمنطق معناها لمنطق الدوله منطق اليوم الوطنيه انه هات نعملوا برنامج وطني برنامج الوطني إنقاذ وطني ما يكون الا ما نشاركوا فيه كل الاطراف السياسيه باش يكون ملزم ولكن هذا موجود محمد حمرون خلط فيه على المساج انا مانيش ضد حكومه سياسيه وانا مانيش حكومه حتى ولو حتى ولو اضطريت انا توصيفك واقعي جدا لكن إذا كان أنت اليوم باش تعمل حكومة سياسية لتحميل الناس مسؤولياتها، حتى الحكومة السياسية هذه يلزمها ترسم أهداف تلتزم بتحقيقها. أكيد مسبقا أكيد تقوم بمهمتها. حققها مرحبا. هو محمد محمي بالله النقطة يا خير باش نرجع لك كلامك صحيح، لأنه الأحزاب السياسية كي ترسم هي عاملة دخلت انتخابية. بالبرامج انتخابية واضحة. أما أنت الحكومة ما عندهاش برنامج يا ما عندهاش برنامج وما عندهاش ماهية سياسية محمد حمروني ولكن لو سوتيان بوليتيك موجود اليوم احنا كي نشوفوا هشام مشيشي براتيكمون مدعوم من اكثر من حزب سياسي اكثر من كتله برلمانيه شفتيه قعد مع الناس الكل بخلاف كتله الدستوريه الحره الكتله الديمقراطيه تحت قوة البرلمان سينو كل الاطراف السياسيه التقاها حتى في الجمعه هذه هشام مشيشي وكلها اعتبرته انها ماده ديها للحكومه ونتصور وانه محمد حمرون قتل حزب سياسي ولا كتله برلمانيه تحكي ماده ديها للحكومه عارف اش معناها ماده ديها للحكومه بمعنى وانه انا عندي ملف قال الاخر بالعماء سخون فك البلاصه اي برا مو عندك قواعدك غاديك برا امشي واحكي انت مع الناس وتفاهم معاهم وجيب لي انت حل من الحلول ولكن زاد الاحزاب السياسيه انها تعرب على انها الحزام السياسي لهذه الحكومه وانها الداعم لهذه الحكومه بلاش حتى ربما اشتراطات ومش بالضروره تكون دعمها مشروط بالمشاركه الفعليه فيها تحب روحها داخله في الربح وخارجه في الخساره غير منطقي هذا ايه اما الاحزاب زاده السياسيه ما تنجمش تحملها مسؤوليه حكومه لم تختارها هي دعمتها ولكن هذا احنا في وضعيه الى حد ما سريه ليه يعني هذه حكومه فرضها الرئيس ثم تخلى عنها ودعمتها الاحزاب اللي هي في الاساس كانت جايه يعني في مشروع عدائي لها في الحقيقه هوك احنا في وضعيه سرياليه نوعا ما ولكن في اعتقادي الاحزاب بكلهم يعني كان عندهم موقف ايجابي جدا عندما تحلوا بالمسؤوليه ودعموا هذه الحكومه حتى لا نقع في يعني في اشكاليات اخرى احنا بلاد لا تحتمل المزيد المجهول. من المجهول المزيد من الفراغ المزيد ولكن الجدال اللي كان صاير واللي اثاره صاحبي سماره يعني هو في جوهر الازمه السياسيه نتاع البلاد في جوهر احنا في جوهر الازمه يعني بين مجموعه من الرؤى تعتبر انه الحل اليوم هو تجاوز الطبقه السياسيه وتجاوز وقال الدولة ولكن ما فهمتش كيفاش تجاوز الدولة يعني مش ممكن تجاوز الدولة ولكن تجاوز الطبقة السياسية بتشكيلاتها بالأحزابها بكل
ولكن السؤال وين باش نمشيو؟ شنو هو البديل على الطبقه السياسيه وكيف سنفرزه؟ لانه يعني اليوم وقت اللي نقولوا تجاوز الاحزاب، ايش معناه تجاوز احزاب منتخبه؟ هذه احزاب منتخبه الشعب وحتى في البرلمان. انا نجي نتزوجنا باي شرعيه؟ لا 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 مش عليك انت، مش عليك انت، لا انا قلت والله ما هوش عليك انت، حكى الجدل العام في البلاد. اذا كان هما ما همش باش ينجحوا في انقاذ الدوله، فانه سيتم تجاوز هذه الاحزاب من قبل قوى شبابيه. مين الشباب اللي يحس بروحه في السجن؟ سوفا امبليكي اليوم الاحزاب السياسيه اليوم شيخين، يقول لك حكومه لا لاني موافق عليها، ها باهي ها نعطيك احزاب باش ما يكونش معناه في 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 توجه ضد التوجه الشعبي انكم الحكومه هذه تحبوا تطيحوها. لا انا ندعمك، ندعمك هي تدعمني، ومن بعد كيفاش تدعمني؟ تدعمني بالكلام بالمواقف السياسيه باش نطبق انا برنامج، برنامجي انا ولا برنامجك انت؟ في هذا الاشكال كي تجي برنامج ضد برنامج نولي نرفع الدعم نتاعك. تفضل محمد. وانه هالجدل هذايا معناتها عادي وصحي وطبيعي ومطروح ونفكر فيه والناس الكل تفكر فيه، وحتى مشروع الرئيس هو نفسه تجاوز كامل للهدايا، الغاء المشهد بكل والاستقدام يعني باش يجيب لنا النظام المجالسي والافراز معناتها من القواعد الى اخره. الناس من حقها الناس الكل تفكر وتبحث افكار تناقش تناقش، ولكن يجب فما حاجه جوهريه وهي ان الاليه نتاع افراز القيادات اللي باش تحكم البلاد باش ترجع في الاخير الى الصندوق والآلية الديمقراطية، وستعود الاحزاب لها الدور الرئيسي. مش ممكن تكون فما ديمقراطية وحياة سياسية بدون احزاب، الاحزاب هي الركيزة الاساسية. الشباب اذا كان يريد التغيير عليه اما ان ينخرط في الاحزاب اللي راهي او يؤسس احزاب ويشتغل من خلال هذا المجال. المشكل وين اليوم؟ المشكل في فعلا وحقيقة فما ازمة سياسية في العقل السياسي التونسي. يعني هل فعلا نحن مجموعة وطنية ونحن امام احزاب سياسية يعني مسؤولة وطنية؟ هل يعقل أنه أحزاب سياسية تفرح وقت اللي يقع تخفيض التصنيف الائتماني لبلادنا؟ تفرح وقت اللي تقع كارثة لأنها بتطيح الحزب الفلاني أو بتسقط الحكومة الفلانية؟ احنا في قلب أزمة أخلاقية صح بالأساس وجوارها أخلاقي بالأساس. أحزاب رافضة أن تتعايش مع بعضها ورافضة الآخر، أحزاب معناتها جاية بمنطق شوفيني تريد ان تستعيد معناتها العصا وتستعيد المتراك وترجع الناس للسجون وترجع الناس للمنافي وتنصب المشانق في الـ في الـ في البلاد. لكن هذا كل في اعتقادي مهما كان ورغم خطورته لدى البعض انا ما يقلقنيش. يعني انا اعتبر منذ 2011 المشروع الوطني يتشكل، ولكن ما عندناش مشروع وطني جاهز. هو يتشكل في الواقع، يتشكل باستمرار، هناك فرز مستمر في الساحه، هناك احزاب التي اشتغلت على الارباك والفوضى وحاولت تعطل المسيره اليوم خارج التاريخ، والمشهد سيفرز مشروعه الوطني وسيفرز قياداته بطبيعته وسنصل الى هذا الحل. احنا في حاله مخاض منذ 2011 صح. مخاض معناتها بتاع يعني مخاض ديمقراطيه حديثه بتاع دوله جديده، على غالب عنا تركه بتاع استعمار بتاع استبداد تاع 60 سنه وقبلها الاستعمار كذلك. ف في اعتقادي ما يجبناش نستعجلوا برشا هالصعوبات هذيه. هل يجب ان نطرح السؤال هل هي عاديه في حاله انتقال ديمقراطي؟ ممكن طالت، ممكن طالت، اي نعم، ولكن هل فما انتقال ديمقراطي وتحول كما تعيش بلادنا بدون هذه الصعوبات؟ هل فما مخاض بدون الم؟ فما ولاده بدون الم؟ فما ناس تجيك في وسط المخاض؟ احنا في قلب المخاض، احنا في قلب ولاده المشروع الوطني الجديد. لازم اقول لك فما خطر يتهدد ربما الانظمه الديمقراطيه والمراحل خاصه الانتقال الديمقراطي، فما المرحله نتاع 10 سنين. سينو يولي فما اذا كان ربما لم يلازم المسار ولا الانتقال السياسي انتقال اقتصادي واجتماعي، فما خوف لو كان يصير الارتداد. محمد راه الصعوبات الاقتصاديه والاجتماعيه كيف كان يحكي صاحبي الناس فدرا هذا سنت فعلا كلمه برك ولا كلمه باش نكمل وخذ الكلمه مره واحده. شوف الصعوبات الاقتصاديه والاجتماعيه والله راهو يعني ربما نحن راهو عايشين في عائلات، في عائلات، في اخوتنا، في امهاتنا، في ربما احيانا في انفسنا، ربما بالكش الناس تتصورنا لاباس علينا. هو كما قال صاحبي مره انا جيت في القروان ندبر في واحد باش يجي، بالكش تخايب الناس عندي هامر باش يجي لهنا. يعني عايشين الصعوبات هذه، ولكن كما قال صاحبي وقال كلمه مهمه جدا، الشعب التونسي مازال صابر
ومازال متحمل ومازال مؤمن. أم كلثوم زاد الصبر حدود محمد عمرو. لا ما فماش حدود في لا فما في حدود. ما فماش حدود وقت اللي يجوع الإنسان، وقت اللي ما يلقاش باش يداوي، وقت اللي يلقى روحه ويخاف لا يعدي أم وبوه وما عندوش 400,000 باش يعمل بيسيير، وقت اللي يلقى ولده في المؤسسة التعليمية العمومية ما يقراش، ولد جاره خاطر عنده فلوس حاطينه في البريفي يقرا وينجح ويعدي الكونكور ناسيونال معاه ويعدي هيك كل فت زاد محمد. هذه كلها تفاصيل وقت اللي تقف أمام وتتحدث على مشروع وطني، تتحدث على مستقبل بلاد، على مستقبل انتقال ديمقراطي، هذه كلها صعوبات موجودة ونعيشوها ومؤلمة جدا. وكما الصور اللي كنا نشوفوا فيها متاع العائلة اللي ماتولها زوج من الناس مؤلم جدا، الطفلة اللي ماتت في البلوعة مش مؤلمة ذيك يعني إلى أبعد الحدود. ولكن يعني المشاريع الكبرى، المشاريع متاع التحولات الكبرى يعني ترسم بهذه الألم للأسف الشديد، بهذه الأوجاع. لابد ما تصورش الانتقال هذا من استبداد تاع 60 سنة إلى ديمقراطية سيكون سهل. ما تتصورش اللي الناس اللي كانت مستنفعة 60 سنة ويتاخوا في الامتيازات وعايش على عرق ودم توانسة باش تسلم لك بسهولة وتقول لك هاي تفضل برمشي أعمل ديمقراطيتك. نختم بحاجة وحيدة، أنا مؤمن بأنه الفرز متواصل، وأن المشروع الوطني يتشكل في الواقع، وأنه سيفرز هذا المشروع، تونس ستفرز هذا المشروع الوطني، والمشروع الوطني هذا سيفرز القيادات متاعه اللي تقوده واللي تمشي به. على كل حال نحن في حال مرحلة انتقالية صعبة جدا، علينا أن نؤمن بهذا. هل يبرر هذا أنه الناس تتهاون في إصلاح حالة مع أوضاع البلاد؟ هل يبرر هذا أنه الناس تتهاون في تدهور القدرة الشرائية فيما يجري في البلاد من أمراض من أوبئة من غيره؟ هذا ما لا يبرر مطلقا، ولكن هذه في شيرة واللي نتحط عليه أنا في شيرة أخرى. محمد باش نعطيك مثال، نسخ في رخص العلاف، تبيع العلف بالجملة، تاخذ مجموعة كمية كل شهر وكل ثلاثة شهور وكل ستة شهور، تمشي تبيعها بالتفصيل للمواطنين اللي يربيوا في الأغنام أو توزعها لها بنوات. هذا موجود تقريبا في من القروان ويمشي للجنوب، لانه ناقصه ما ناقصه عشب معناها ناقصه. اذا العلف هذا الفلاح اللي مربي نعجات ما يوصلوش، ثم دي سيركوي نتاع تهريب علف ما تنجمش رقبها من الدوله، فما دي سيركوي دخلوا في المخدرات للشباب وصلوهم للليسي، وفي أدوية وحرابش مخدرة تخليهم يعملوا جرائم كارثية حتى في عائلاتهم. تدخل شدوا لك 10% 12% في المطارات، لكن البقية تدخل. نطرح في سؤال، شكون يحكم؟ اي هذا السؤال، شكون يحكم؟ شكون المسؤول على تعطيل مشروع استثماري؟ انت تسأل فينا ولا عندك الإجابة؟ أنا نتسأل معاكم، شكون مسؤول في وزارة الصناعة على تعطيل مئات المشاريع الاستثمارية ما لها حاضرة بفلوسها تحب تجي تستثمر؟ تحب نجاوبك؟ خلينا نكملك، خلينا نكملك وتفاعل معايا كما تحب. شكون المسؤول على أنه ملف فلان موجود في البلاصة الفلانية يضيع؟ هو جاي باش يعمل مشروع استثمار في رمال السيليس مثلا، سيليسيوم اللي موجود في القروان وفي برشا بلايص من تونس، وهو مهم ويدخل عملة صعبة. شكون مسؤول على أنه ملفه يضيع؟ شكون مسؤول على تعطيل أنه تصلح هالوضع الاقتصادي والاجتماعي متاعنا؟ شكون المسؤول؟ اليوم ما نعرفوش شكون يحكمه، راهو كل حجرة تهزها تلقى تحتها عقرب، ولت منظومة متاع فساد تتحرك وتسبق الدولة، بل والدولة تجري وراها ويا ربي اش تخلط عليها وما تخلطش. ناوم تشومسكي كي يعطي في معناها في وصفه للجملة يقول ذهب علي مثلا، ذهب علي إلى السوق، اللوطة فما فعل وفاعل ومفعول مكان، مفعول ظرف مكان، أو ظرف مكان، فيه ظرف مكان أو وجهة. يقول راهو اللي يحكم مش الجملة ذهب علي إلى السوق، مش المنطوق بدلالاته، اللي يحكم هو البنية المنطقية المنجلية. راهي ثم بنية تبنات عليها الدولة هذه غالطة. الدولة هذه كي تبنات في 56 تبنات من أجل 4.3 مليون مواطن، اليوم فيها 12 أو 13 مليون.
مؤسستها ما عادتش تنجم تتحمل هذا الكم الهائل. الديسباتشينج متاع مؤسستها غلط مبني على الكود تكهو. دخل مؤسسات للداخل. وقت نتكلموا على تمييز إيجابي نتكلموا على فصول في الدستور. علاش لم تفعل من قبل الأحزاب السياسية؟ علاش لم تفعل من قبل القوى السياسية التي تقلدت الحكم؟ علاش إلى حد الآن اليوم ما عندكش أكسي للأبراط؟ علاش إلى حد الآن عندنا مشكلة؟ هذه طفلة عمرها 9 سنين تحت في رجارة ماتت، شنو تقول لي أكسي للأبراط؟ علاش شكون شكون مسؤول في المرسى على هذا؟ يا صاحبي سمارة راه من يحكم تونس؟ هذا سؤال. هون سمحني نتفاعل معاك صاحبي هنا. نظام بورقيبة ونظام بن علي كانت الإدارة مطوعة لخدمة النظام، وكان رغم أنه كنا ديما ننقدوها وكل شيء، لكن إليا ينسيغتان أغمونيزاسيون دو لادمينستراسيون، ثم إدارة تشتغل لصالح النظام اللي يحكم. اليوم من 2010 لليوم هاو باش نعطيك معناها دي سيني ريفيلاتور. باجي قايد السبسي الله يرحمه وينعمه، وقت كان رئيس حكومة لول قبل من بعد ما يشد رئيس الجمهورية، وقت كان باش يغادر ليمات اللي باش يغادر فيها السلطة كرئيس حكومة، كانت تفكر وخذا عليه حمادي جبالي، أرجع للرائد الرسمي تو تشوف رقم التسميات في الإدارة التونسية، آلاف تسميات في ظرف شهر. جات بعده تفكر، نرجع لك لحكومة الشاهد قبل ما يخرج حكومة الشاهد، شوف التسميات اللي سماها في الإدارة الكل، أرجع للفخفاخ شوف التسميات اللي وقتها هو باش يخرج، شوف التسميات. تعرفش معنى الكلام، نرجع لك باش نجاوبك على الكلام اللي كنت تقول فيه، لأنه الإدارة التونسية اللي المفروض كانت لافيرتي دو ليتا تونيزيان اللي هي واقف عليها وقت تحت ليبيا وتحت غيرها وكذا، تونس ما تحتش في الثورة. علاش؟ لأنه الإدارة كانت هي التي تشتغل. الإدارة اليوم كانت متسيسة، نحطوا فيها فلان وفلان اللي تابع الحزب الفلان. أصبحت حتى الإدارة اليوم الإدارة التونسية تشتغل بأوامر الأحزاب السياسية. اليوم أنت حزب سياسي ربحك في الانتخابات، نطوع لك الإدارة باش نعطل لك المشاريع باش نبين اليوم أنك أنت ما يمكنش أنه تسير هالبلاد هذه. بالمنطق هذا أصبح عمل الأحزاب السياسية داخل الإدارة هو عمل هدام للمنطق السياسي السليم، لأن الإدارة يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن مطامح السياسيين. الإدارة يجب أن تشتغل في صالح الشعب التونسي، في صالح المواطن التونسي، ما تكونش هي أداة الأحزاب السياسية داخل الإدارة اللي تهدم بها أو تكون طيعة في أداة الأحزاب السياسية. من المنطق هذا وقت تقول أنت شكون يحكم، هاو شكون اللي قاعد يحكم اليوم. اليوم كان تحط أي حزب سياسي ينتصر اليوم في تونس أو يربح الانتخابات، وتجيه اليوم أنت في الإدارة الكل تنوت بالمنطق اللي كنا نحكيه به في الجامعة قبل، نوت له فلان وفلان وفلان في الإدارة، مش بش يخدم اليوم المشروع الوطني اللي يحكي عليه سي محمد الحمروني، واللي نتمناه يكون مشروع وطني صحيح واللي قاعد يتشكل. لا، اليوم اللي تحط له عباد بش توقفه، توقف له العمل نتاعه، وتوقف له المشروع اللي قاعد يخدم به. ليه لشيء انت تحكي اللي على مشروع وطني؟ انا تو خلينا نتفاعل مع مشاهد اسمه سعيد عكروت. يا العمل السياسي للحزب ذاك بينما نحن قاعدين نعطلوا ما يهمهم، مش لا في مشروع سياسي. انا توا يقول لي فما مشاهد اسمه سعيد عكروت يقول يا امام بربي تلفت شويه البنقردي اليوم فما قرار ما اتاخذ، حتى الناس كل تتلفت لبعضها وتسال علاش. علاش 27 جوان اتخذنا قرار نتاع فتح الحدود بحرا وجوا هاك ولا لا؟ صحيح. اي ليبيا علاش مسكره لليوم؟ الشباب اللي يقتات من بنقردان وياكل ويشرب وبشوية يدخل يصور 50 و60 و70 ألف و100 ألف، لباس مسكر عليه. أنت اليوم اليوم المؤسسات الاقتصادية قاعدة تعاني، اليوم الصفقات اللي قاعدة تعمل فيها مع مهنخ بالبرسنتاج قداش يصبر عليك هو الكليون تاعك في ليبيا؟ شكون لك أنا بدلت لمصر وأنا عندي شهادات، يعني عندي أمثلة، أنا بدلت لمصر اللي خرب بدل تركيا واللي خرب بدل إسبانيا. شفت كيقول نرجع أنه بلاش مشاريع، شكون يحكم؟ شكون ياخذ القرار هذا؟ فسروا لنا. ليبيا اليوم مسكرة على ناس، أنا جيني اليوم عديد المسجوجين حتى على التفاعلات توا على اللايف بتاعنا، يقول لك احنا ضعنا خايف بنقردان، احنا كنا ندخلوا ليبيا لقطوا حاجه ندخلوا بيعوها ونخرجوها. بنقردان ايش عطاتها الدوله الوطنيه؟ ما فما شيء، قرار كيما تسكير ليبيا شكون خذاه؟ كانت عايشه على شويه تهريب، على شويه ايسونس، على شويه دخول وخروج على ليبيا، جيت اليوم تسكرت الكل وهي معنا شيء. وكأن الكورونا باش تدخل كان من ليبيا.
دخلت من المطارات وما دخلتش من الابراط من ليبيا. شو هني السؤال اللي يطرح. السؤال اللي طرحه صاحبي سؤال مركزي، وانا نعرف معناتها صديقي واعلم ذكائه الحاد زاد نتاع شكون يحكم لا بكل جد يا باش بسالته ولا لا بكل جد يعني. وعندما يطرح هذا السؤال فهو يطرح يعني في جوهر المشكله، شكون اللي يحكم اليوم؟ مشكله كبيره. وهل فما شكون حكم بعد الثوره والا لا؟ بجد انا في اعتقاد لم يحكم اي حزب بعد الثوره، لم يتمكن اي طرف من انه يحكم بعد الثوره. الدوله العميقه بعد الثورة شد سيلباجي الله يرحمه لمده صغيره، عملنا الانتخابات، جات حكومه حمادي جبالي قعد عام اغتالوا له بالعيد، بعد اغتالوا الابراهيمي، جات حكومه سعيد العريض مشات وقالوا لازمك تمشي ما كانش البلاد تتحرق، وكما قال مهدي جمعه يتيح السقف على الجميع. نظام الحكم جاء مهدي جمعه قعد ذاك المده وعملنا الانتخابات. جاء الحبيب الصيد قعد مده وقالوا له تخرج ولا مردوك. جاء يوسف الشاهد قعد مده آية قالوا الباجي تمشي، الغنوشي قالوا لا تقعد، دخلنا في صراع من الباجي للغنوشي الى اخره. تعملت الانتخابات جاء الجملي ما عملش حكومه عنده تضارب مصالح ست شهور والان في حكومه اخرى. شكون حكم بعد الثوره؟ الذي يحكم بعد الثوره هو الاداره العميقه، والاداره العميقه لم تتغير للاسف الشديد، هي الاداره اللي في الدوله العميقه. هذيك هي بنيه الجمله. إيه؟ الدوله العميقه المنظم اللي يدير الاداره، يدير الاداره هي القاطره التي يفترض بها انها تدير الدوله. تمشي هو هذاك الجمله العميقه، فعل فاعل مفعول. اي نعم هذا هو. وهل احد المفروض انه بعد الثوره يقع فيها شيء من التغيير، ولكن وقع صد كل محاولات الاصلاح والتغيير في هذه الاداره والاداره العميقه. نعطي جزء امثله فقط، مثال نتاع القضاة اللي عزلهم نور الدين البحيري، والمثال نتاع يعني عزل مدير تونسان مؤخرا، هاكم بيناتهم تقريبا يجي 7 سنين ولا 8 سنين. وقت اللي الاستاذ نور الدين البحيري كان وزير العدل، قال بعض القضاة قال فما شبهات الى اخره ما دام دخلناش فيها، مالناش باش ندخل واش صحيح ولا لا. المهم انه حاول ايقاف بعض القضاة وبدايه اقال مش حاول اقال مسار مسار. واول ما تصدوا له الاطراف اللي هما في الصف الثوري بحجه شنو؟ بحجه اسلمت الدوله وخانت الدوله والنهضه تحب تحط ايدها على الدوله، يعني الدوله تبقى مع المنظومه القديمه من خلال انه تولي تابع، حتى فرضا انه باش تولي تابع الترف. والعركه اللي صارت مع اقاله المدير العام تاع تونيسير وشفتوا ايش صار، رغم اللي فما يعني قضايا واضحه مشات للقضاء واطراف اجتماعيه كبيره في البلاد قريب تحرق البلاد باش ما يتنحاش. يعني كيفاش انت باش تصلح؟ وهنا سؤال شكون يحكم؟ هنا بالحق شكون يحكم؟ وكيفاش باش تصلح اذا كان مواطن؟ انا مش نقول الاداره فاسده ولا مثلا القضاء فاسد لا، ولكن فما مواطن خلل فيها يلزمنا نصلحوها. وقت اللي انت تجي تمس اي مكان باش تصلحوا تقوم الدنيا وتقعد، واول ما يتصدوا لك هم اللي محسوبين على الصف الثوري معك، مره بحجه انه باش تحط يدك على الدوله بربي. ولا حكايه التعيينات، قولك الحزب الفلاني عين، شو ما يعين؟ مالاش يعمل، مالاش يعمل اذا كان ما نعيش اش يعمل؟ اذا كان ما يحبش كفاءاته، اي كفاءه اليوم محسوبه على اي طرف تقصى. ولينا نجيبه في نابورت كي، نجيب اي واحد المهم ماهوش لا عنده رؤيه لا عنده مشروع لا عنده انتماء لا عنده تاريخ نضالي لا عنده يعني لا تحب مسؤوليتك زاد تحط كفاءاتك وتعترف اللي هما ينتمي وحكم زاد ما تخافش ما تحاولش وانك زاد تحكم بالقدوات. ما خلينا حتى طرف يحكم يا اخي. تو اسقاط حكومه الجملي اخي مش كانت مثلا ولو هو قالوا مستقل كانت ستحسب على النهضه، لانه هي رشحت عينها النهضه عينتها النهضه. يعني ما خليهوش يحكم، خلينا نحاسبوها النهضه وخلي الشعب المره الجايه يعاقبها. هي ما حبش تحكم يعني وقع الواحد لا اسقاط الحكومه. ماك عارفين كيفاش تمت يعني التصويت في البرلمان محمد. وكيفاش تحالفت بعض القوى. احنا في مشكله حقيقيه. سؤال من يحكم في اعتقادي، وخلينا نرجع لسؤالك، جوهري، ولكن لابد ان الناس كل تقتنع بانه لابد من الاصلاح، انه فما مواطن خلل في الاداره في القضاء في حتى في ربما في الاداره التونسيه. محمد في تعيش في حاله نتاع فصام ما بين الخوف سنتراليزاسيون المركز العثمانيه، خاطر بدات الاداره بالثقافه العثمانيه
وما بين يعني البيروقراطية الفرنسية اللي اتفرضت منذ دولة الاحتلال، يعني منذ الاحتلال الفرنسي أو الاستعمار الفرنسي لتونس كانت حالة من فرض البيروقراطية، والدوائر اللي اليوم تحاول تفرض علينا أنه يبقى النمط ذلك، ذلك النمط لازمه يبقى، أنه إدارتك تبقى بيروقراطية، قدرتك على إنجاح أي مشروع يلزمها تتبدد داخل الزمن، ما يلزمكش توصل، يلزمك كي توصل تكون سيء، أنت ديسو، ما عادش نجم تكمل المشروع. هذا كله داخل الثقافة اللي تربينا عليها. هنحاول نصلحه وعملنا مجال الجامعات محلية وحابين نعطيه فرصة للحكم المحلي. إيش عملت البلديات اليوم؟ إيش عملت البلديات يا صاحبي اليوم؟ بتفق معك، كانت عملية تشتيتية سابقة لوينها، لكن نحن ما عملناش قطيعة معرفية. نربحنا المركزي، نربحنا المحلي. ما عملناش قطيعة معرفية وفكرية وثقافية مع المنطق الهيمني اللي موجود منذ الاستعمار إلى اليوم. نحن إلى حد الآن لم نتعرف على أنفسنا، ما نعرفوش رواحنا نحن، يعني الواحد يشوف روحه في مرآة الآخر، فانا نيفو بعيد عليه 2-3 كيلومتر. بربي انت تحكي عن نيفو مش نتفاعل معاك بربي. أنا تعرف أكثر حاجة تقلقني اليوم؟ الأزمة الأخلاقية اللي نعيشوها والفساد بالحق والسقوط الأخلاقي اللي ولينا نعيشوه. نختلفوا ولكن يا ربي الخلافات متاعنا ما تتحل كان بالسب وبالتخوين، وانت متاع فلان والكلام الزايد ويلي بيك ويلي عليك ويلي صفتك ويلي هكا تتحل المشاكل. والمثال يجينا من تحت قبة البرلمان، رمانية ساعات نسمع بعض النواب من المفروض وأنهم يكونوا مثال، ولكن حتى الانطلاقة متاع الدور البرلماني الثاني ما تبشرش بخير. أغلب السياسيين متاعنا ما قراوش تاريخ، أغلب السياسيين ما قراوش تاريخ، أغلب نوابنا لا يقرؤون. الدولة العباسية كانت في أوج عطائها، خلفتها الدولة البويهية، حالة الانهيار اللي عاشته الدولة البويهية تشبه كثيرا الحالة التونسية الراهنة، الانهيار الأخلاقي، تحيل يصبح هو الأساس، الكذب هو الأساس، السرقة يعني الممارسات خارج الأخلاق وخارج القانون. يعني طبيعي جدا هذه دولة بلغت سن الشيخوخة، يجب أن نضع أيدينا في أيدي بعض ويجب أن ننجز دولة، ننجز مشروع لبناء دولة جديدة قادرة على استيعاب 13 ولا 14 مليون وعلى التفكير استشرافيا في الأجيال القادمة. دور المصالحة الوطنية في هذا طبعا ما يتنجمش تبني قطيعة لكن ما تبني مصالحة. اليوم نحن نحب نبني قطيعة حتى مع سلوك هذا بتاع الصراع والتنافر واستبعاد الآخر والتخطيط للانقلاب عليه واتهام وتشويه، لكن الأكيد أن المصالحة الوطنية لن تجمع الجميع لأنه فما ناس بطبيعتها لا تؤمن بالمصالحة. فريد حتى نختم الأزمة، أنا أعتقد أنه الأزمة اللي نعيشوها هي في النظام الانتخابي، ضرورة الملحقة وهي تنقيح النظام الانتخابي بدرجة تسمح للأحزاب الكبرى بالعمل وبالحكم ثم محاسبتها. ما عدا ذلك باش نقعدوا في حالة تشتت سياسي ونقعدوا نحاولوا، هذا قاعد نشوفوا فيه في البرلمان، ايش قاعدين يما أزمة أخلاقية ناجعة عن أزمة سياسية، ناجعة عن عداء إيديولوجي، ناشئة عن ناس ما نجمتش تتجاوز معناها القرف اللي في داخلها، اللي ولينا نعيشوا حالة قرف وكوكب. قرف سياسي ما حنتحب. يعني نحن ورثنا من دولة الاستبداد أنه كثير من الاستبداد يعني في داخلنا، يعني كانوا نعيشوا ما ناس قابلين ببعضنا، كل واحد يحب ينفي الآخر، يتصور أنه يمكن أن يستأصله، يتصور أنه يمكن تونس تكون أفضل بدون فلان وبدون علان. هذا منطق خاطئ، يعني الاستبداد لم ينجح في استئصال أي طرف، وتعرفوا مثلا حركة النهضة أشعانت واليسار أشعانة في السبعينات والقوميين وإلى آخره، وبالتالي مش ممكن أنك تستأصل أي طرف من البلاد. الحل هو أن الناس تقتنع بأنه يجب أن تتعايش وتقتنع بأنه سفينة تونس يمكن أن تحمل الجميع، بدون ذلك باش نبقاو في المشاحنات، ما عندناش خيار آخر. حتى نختم صاحبي سمارة، أنا أرجو من السيد رئيس الحكومة اللي قال في جلسة بيني ومعاه في جلسة تشكيل الحكومة، قال رو أنا من حقي نحلم ومن حقنا كتونس نحلم، أرجو أنه يمسك بناصية الحلم لأنه أنا صدقته وصوت له على الأساس هذاك، مسني بمصداقيته، نحت الثقة، فأرجو نعم صوت له وعطيته الثقة، فأرجو أن يكون حاسما وفاصلا باش يخلي اسمه في تاريخ البلاد هذه. ما تبقى تحويرات وتغييرات سياسية في الأفق يجب أن تكون مدروسة وفقا لأهداف. آخر كلمة نقولها له،
أنا طلبت منه أشياء للوضع الصحي في القيروان، لكن لحد الآن ما فماش استجابة. القيروان وضع المؤسسات الصحية يئن، والقراوة اليوم في حالة متاع غضب وشعور بأنه ما عادوش ينتموا للدولة هذه. شكرا لك صاحبي سمارة، نائب المستقل بالبرلمان. شكرا فريد ناصر، شكرا سي محمد حمروني. شكون باش ينتمي للدوله الاغلبيه؟ هكا نصف نهايه موعدنا لليوم. سي سروحكم وبشري بافيت نتاعكم، صباح الخير.